السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج هذا الصباح. تتابعنا اليوم وفي المستهل قراءة في أخبار الصحف الوطنية والدولية. حافظ على عائلتك واستمتع بعطلتك، شعار حملة تحسيسية لقيادة الدرك الوطني بمناسبة العطلة الربيعية. التفاصيل في مسافة أمان. تحيين أجندة الدورة التكوينية لشهر مارس استجابة لمتطلبات الساحة الاقتصادية وطموحات الشباب. متابعة لجديد مدونة قطاع التكوين المهني عبر مختلف مراكز التكوين. في موضوع آخر نعرج مشاهدين على أهمية حماية الطرق السيارة من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى التحكم في حمولة الشاحنات والمركبات ذات الوزن الثقيل. في القطاع الفلاحي نستعرض واقع شعبة تربية المواشي وتحديات الفترة الراهنة، الحفاظ على جودة الإنتاج وتغطية الطلب المحلي. وفي عدد اليوم أيضا حاضنة المشاريع الثقافية، نتعرف على التجربة وآفاقها في الساعة الثانية من عمر هذا المباشر. ابقوا معنا لمتابعة التفاصيل، وفي الجعبة أيضا المزيد من الأخبار الوطنية والدولية والرياضية أيضا. صباح الخير للجميع. أهلا بكم من جديد من الإخبارية للتلفزيون الجزائري، نحييكم برنامج هذا الصباح. إذن البداية وكالعادة قراءة في عناوين الصحف. أسماء تركي تقرأ لنا أهم عناوين الصحف الصادرة هذا اليوم. أهلا بك أسماء. صباحك سعيد فايزة، أهلا بكم في معرض الصحف لنهار اليوم الخميس 11 من مارس. مستهل هذه الجولة الإخبارية من جريدة الشعب والتي كتبت: رئيس الجمهورية يرحب بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا. ونقرأ في التفاصيل: رحب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي، كما عبر عن تأييده واستعداده التام لمساندة هذه الأخيرة أملا في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات الهامة نهاية هذا العام. جريدة الجمهورية سلطت الضوء على اجتماع الحكومة وعنونت: استكمال وضع التنظيم الإقليمي الأخير حيز التنفيذ. ونقرأ في التفاصيل: ترأس الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد أمس اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر عن بعد. وقد شكل موضوع وضع التقسيم الإقليمي الأخير حيز التنفيذ فيما يتعلق باستكمال مجمل الجوانب المرتبطة بتحويل الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح الولايات حديثة النشأة بجنوب البلاد، أهم النقاط التي درسها اجتماع الحكومة. عرقاب يترأس الاجتماع 40 لمجلس الوزراء المنظمة الإفريقية اليوم. هكذا عنونت جريدة الموعد مقالها، حيث يترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الخميس أشغال الاجتماع 40 لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط الذي ينعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد. وسيعكف وزراء المنظمة على مناقشة دراسة تتعلق بمستقبل الصناعة النفطية والغازية في إفريقيا، كما سيتناول الاجتماع مسائل تنظيمية إضافة إلى تقييم نشاطات المنظمة التي ترأسها الجزائر خلال السنة الجارية. إلى جريدة البلاد والتي عنونت: وزارة العمل والتشغيل وضمان الاجتماعي تعيد النظر في تقديم الوثائق ضمن الملفات الإدارية.
حيث أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه تقرر إعادة النظر في الوثائق الإدارية التي تطلب من المواطنين للحصول أو الاستفادة من الخدمات والأداءات التي تقدمها الهيئات التابعة للقطاع. وأشار بيان للوزارة إلى أن هذه الاستراتيجية تدخل في إطار رقمنة وعصرنة القطاع وأيضا محاربة البيروقراطية وتخفيف العبء عن المواطنين. وبجريدة اليوم نطالع مقالا تحت عنوان إجراءات رضعية لوضع حد للمضاربة بمادة زيت المائدة، ونقرأ في تفاصيل الخبر: أعلنت وزارة التجارة اتخاذ عدة تدابير ردعية وصارمة لوضع حد للمضاربة التي مست مادة زيت المائدة مؤخرا. وقال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني إن مصالحه وضعت نظاما رقابيا صارما واتخذت إجراءات ردعية في حق المخالفين على مستوى وحدات الإنتاج، وكذا سلسلة توزيع هذه المادة واسعة الاستهلاك بأسواق التجزئة والجملة لوضع حد للمضاربة. وفي قطاع الثقافة جريدة المشوار السياسي عنونت مقالها إعادة فتح قاعات السينما، حيث أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن شروعها في إطلاق برنامج العروض السينمائية، وذلك اعتبارا من 15 مارس الجاري حسب بيان للوزارة. وعليه سيتمكن عشاق السينما من مشاهدة أفلام تعرض لأول مرة على الجمهور على غرار فيلم مناظر الخريف لمرزاق علواش وهيليوبوليس لجعفر قاسم. ومن أخبار الصحف الوطنية إلى أهم العناوين الدولية الصادرة اليوم والمستهل من جريدة العربي الجديد والتي كتبت: ترحيب عربي ودولي بمنح الثقة لحكومة دبيبة في ليبيا، حيث توالت بيانات الترحيب والإشادة أمس الأربعاء بحصول حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة على ثقة النواب المجتمعين في سيرت بالإجماع. هذا وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن منح النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أتاح لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل. وبجريدة الشرق الأوسط نطالع مقالا تحت عنوان انتصار كبير لبايدن، الخطة الاقتصادية تنال موافقة الكونغرس، حيث نجح جو بايدن أمس الأربعاء في الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي على خطته الاقتصادية الضخمة بفضل دعم الديمقراطيين وحدهم في انتصار كبير له بعد 50 يوما من وصوله إلى البيت الأبيض. وسيحصل ملايين الأمريكيين على شيكات كمساعدات مباشرة تصل قيمتها إلى 1400 دولار أمريكي للفرد الواحد. هذا وتعد الخطة إحدى أكبر حزم الإنقاذ الأمريكية على الإطلاق، تضيف الجريدة. وبجريدة العربي نطالع مقالا تحت عنوان إدارة بايدن تفرض أولى عقوباتها على إيران، وجاء في المقال: للمرة الأولى منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، حيث أدرجت 2 من محققي الحرس الثوري في قائمتها السوداء لدورهما في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء والمعتقلين السياسيين خلال احتجاجات 2019 و2020 في إيران. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية عبر عناوين الصحف الوطنية ودولية. فقرات برنامج هذا الصباح متواصلة عبر الإخبارية الجزائرية ورفقة زميلة فايزة باشي. عودة إليك. شكرا لك يا أسماء، نلقاك في أعدادنا المقبلة بحول الله.
تعالى. إذا مشاهدينا أبدأ معكم مباشرة أركان برنامج هذا الصباح وفي مسافة أمان تزامنا والعطلة الربيعية وفي إطار تطبيق قواعد الأمن المروري والتحسيس والتوعية من المخاطر المنجرة عن حوادث المرور، تنظم قيادة الدرك الوطني بمشاركة مختلف الفاعلين في السلامة المرورية حملة تحسيسية وطنية تحت شعار حافظ على عائلتك واستمتع بعطلتك. الزميلة صوفيا العدون رافقت فرقة الدرك الوطني بولاية وهران وأعدت هذا الروبورتاج. انطلاق الحملة التحسيسية للوقاية من حوادث المرور، هذا ما شهدناه اليوم بمحطة المسافرين الباهية. أغلبية حوادث المرور الأخطاء نتاعها تهور. مبادرة جميلة، يعني مبادرة لابد منها، يعني لابد من هذه المبادرة، لأن حوادث المرور دارت كوارث. هذه مبادرة جد حسنة، ونطلبوا من المواطنين كما نقولوا في السياقة ويكونوا حاضرين، خاطر راهم ينتظروهم عائلات. المواطن كي يشوف حاجة مش مليحة يهضر عليها من حقه، والسياق فاني كي يشوف حاجة لازم يدير حسابه هو، ما يديرش حساب الغاشي. دونك انت كي تحافظ على نفسك سما تحافظ على الغاشي. هذه المبادرة التي برمجت من طرف أفراد الدرك الوطني وإشراك مختلف الجمعيات الفاعلة، هدفها التحسيس بمخاطر حوادث المرور، خاصة سواق الحافلات اللي نتمنى إن شاء الله أننا نوصلهم رسالة أن سلامتهم مبنية على احترام قانون المرور وسلامة الزبائن الراكبين معهم. ساعد قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران على أن تركز الجهود حول التحسيس من مخاطر القيام بالمناورات الخطيرة على الطريق وهي على رأسها، وكذلك الإفراط في السرعة والتجاوزات الخطيرة وكذا السير على اليسار. ويبقى وعي السائقين والتقيد بقوانين المرور ضرورة حتمية لمحاولة التقليل من حوادث المرور. إذا مشاهدينا، محاولة تقليل من حوادث المرور هو هدف هذه الحملة التحسيسية والتوعوية. للحديث حول الموضوع أرحب بالرائد ضيف بولحية ممثل قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني. أهلا وسهلا بك. صباح الخير كامل الأعزاء المشاهدين. أهلا بك. قبل أن نتحدث عن هذه الحملة التوعوية حافظ على عائلتك واستمتع بعطلتك، حدث مرور أليم شهدته ولاية برج بعريريج ليلة أمس 6 قتلى وعديد الجرحى، تفاصيل حول هذا الحادث قبل أن نتحدث عن موضوع. بالفعل الأخت فايزة، وللأسف عشية أمس شهد الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلدية بين ولاية المسيلة وولاية البرج، في ما بين خصوص بالتحديد ما بين بلدية العش وبلدية الحمادية، شهد وقوع حادث مرور أليم جدا ومأساوي، خلف لحد الآن حصيلة تمثلت في 6 وفيات و8 جرحى. نعم. هذا الحادث نتيجة لتهور بعض السائقين، حيث هذا الحادث كان بسبب كان أحد السائقين قام بالمناورة وهي التجاوز على اليمين للشاحنة، مما أجبر صاحب الشاحنة على الالتزام بأقصى اليسار لأدى إلى انقلاب الشاحنة واصطدام به الحافلة الصغيرة. نعم. تقل مجموعة من المسافرين. نعم، وللأسف تبقى أسباب هذه الحوادث هي العامل البشري. إذا دائما المزيد من الحيطة والحذر مطلوبة، وأيضا المزيد من التقيد والالتزام بقواعد السلامة المرورية، وهذا ما تهدف إليه مختلف الحملات التوعوية والتحسيسية لقيادة الدرك الوطني، خاصة الحملة التي انطلقت فعلا تحضيرا للعطلة الربيعية لضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق خلال هذه الفترة. بالفعل نظرا لما زلنا نسجل عدد كبير من حوادث المرور على مستوى طرقاتنا، وعدد كبير من القتلى والجرحى، وعدد كبير من المآسي وسط العائلات، قيادة الدرك الوطني ارتأت بمناسبة العطلة الربيعية تنظيم حملة تحسيسية وطنية تحت شعار حافظ على عائلتك واستمتع بعطلتك. الغاية منها وهي التحسيس من مخاطر حوادث المرور، خصوصا سائقي السيارات الصغيرة أو السيارات السياحية وسائقي الدراجات النارية، خصوصا في هذه الفترة اللي تعرف استعمال كبير للدراجات النارية خصوصا في فصل الربيع، وكذلك كما قلنا السيارات الصغيرة نظرا لتنقل العائلات من وإلى العائلة عند العائلة الكبيرة، وحتى إلى فضاءات الراحة لقضاء العطلة الربيعية مع العائلة. ما هي الترتيبات الأمنية المتخذة في إطار هذه الحملة؟
الترتيبات المتخذة في هذه الحملة هو التواجد الفعال في عبر محاور الطرق والمكثف لوحدات الدرك الوطني وأفراد الدرك الوطني عبر كامل محاور الطرق لغرض التوعية وتحسيس مستعملي الطريق من مخاطر حوادث المرور. وما هي سبل التوعية، سبل التقرب أكثر لتحقيق أهداف فعلية، أهداف على الواقع من التقرب من السائقين ومستخدمي الطريق؟ وحدة الدرك الوطني وأفراد الدرك يتقربون من المواطنين من خلال التواجد الفعال عبر الطرقات ونقاط المراقبة، حيث يقوم بتوزيع مطويات خاصة بهذه الحملة والتي تحتوي على عدة معلومات تفيد وتحسس من البقايا من حاوية المرور، وكذلك التذكير بضرورة احترام قانون المرور وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الحوادث المرورية. وأهم ما يجب تفاديه هو السرعة المفرطة، تجاوز الخطير، وأيضا تبقى السرعة المفرطة والتجاوز الخطير هما السببين اللي ساموا بنسبة كبيرة في حوادث المرور، إضافة إلى تورط المرأة كذلك، حتى هما راهم يتورطوا بنسبة كبيرة في حوادث المرور، إضافة إلى التغيير الهام للاتجاه دون الإعلام الغير أو المستعملي الطريق الآخرين. نعم، وماذا عن استخدام الدراجات النارية في هذه الفترة؟ أشرت إلى هذه النقطة لأنه نشهد ارتفاع عدد مستخدمي هذا النوع من المركبات الدراجات النارية السريعة خاصة في الطرق السريعة، ونلاحظ أن تقريبا جل مستخدميها من الشباب. بالفعل الدراجة النارية أصبحت في الوقت الحديث أو في الوقت الواقع المعاش الآن وسيلة تسهل حركة المرور والتنقل، إلا أن سوء الاستعمال هذه الدراجة يؤدي إلى كوارث وخيمة نظرا لكون على خلاف المركب السيارة الأخرى، لأنه السائق الدراجة غير محمي، ما عندوش هيكل، خصوصا إذا ما استعملش الوسائل الوقاية نتاعو مثل الخودة والبدلة الرسمية الخاصة بالدراجة. إضافة إلى المناورات اللي يقوموا بها الشباب كما قلت، لأنه معظم مستعملي الدراجات النارية هم فئة الشباب ويقوموا بمناورات خطيرة، وكذلك تنظيم حتى راليات على مستوى بعض الطرقات السريعة اللي تؤدي إلى غلق هذه الطرقات أو حتى يتسببون في حوادث مرورية لمستعمل الطريق الآخرين. نعم، طيب حافظ على عائلتك واستمتع بعطلتك، العطلة إذن هي للراحة، للاستمتاع، للقيام بالزيارات، للتنقل أيضا. ما هي ربما الاحتياطات التي على السائق أن يتخذها قبل أن ينطلق في رحلة من ولاية إلى ولاية؟ لأنه يجب أن يكون دائما واعي بأنه احترام قوانين المرور، اتخاذ كل الإجراءات، عامل الوقت، تفادي التأخر، عدم التهور، كلها أشياء يجب أن يلتزم بها لضمان سلامته وسلامة عائلته. بالفعل قبل تنقل السائق بانفراده وحتى مع عائلته، التأكد من جاهزية مركبته لهذه الرحلة، المراقبة اليومية مثل زيت المحرك، الفرامل، المياه، الزجاج، الأضواء المركبة، العجلات المركبة، إضافة إلى كما قلنا المراقبة اليومية، وأثناء الرحلة لما يكون هناك عطب على السائق التزام أقصى اليمين، لبس السترة العاكسة للضوء، حتى ممكن حتى تكون أنه مثلا في العشية أو في الصباح أو حتى في الليل في الفترة الليلية، لبس السترة التي تسمح بأن يكون مرئي، ووضع مثلث العطل، وإخراج الركاب اللي يكونوا معه ووضعهم خارج الحاجز الإسمنتي خارج الطريق حتى يكون في حماية من حوادث المرور الأخرى، إضافة إلى الاتصال بالرقم الأخضر الدرك الوطني وطلب النجدة. وأكيد أن قيادة الدرك الوطني تسعى لأن تجعل من هذه العطلة مسافة للراحة، مسافة للأمان أيضا، وهذه النصائح كلها متواجدة في المطويات التي توزعها قيادة الدرك الوطني، وأيضا في الموقع الإلكتروني في المنصة الرقمية الخاص بالدرك الوطني. كما قلت الدرك الوطني يسعى لراحة المواطنين وحماية ممتلكاتهم وحمايتهم في حد ذاتهم هما، لذلك بهذه المناسبة قيادة الدرك الوطني فكرت في ونظمت هذه الحملة التحسيسية، الغرض منها وهو إن شاء الله تكون عطلة سعيدة للجميع وبدون أي حوادث إن شاء الله. والمواطن في هذه الفترة سيلحظ وجود أعوان الدرك الوطني في كافة النقاط، خاصة في الطرق السيارة، في المحولات، في مداخل المدن أيضا والولايات. كيف ننصح المواطن، كيف يتعامل مع أعوان الدرك الوطني، خاصة في حال وجود ربما اكتظاظ مروري، في حال للأسف أيضا وجود حوادث على الطريق؟
ننصح مستعمل الطريق الحيطة والحذر، لأنه في حالة أي أراد أي معلومة توجه إلى وحدة الدرك الوطني أن تقرب من أفراد الدرك الوطني المتواجدين عبر محاور الطرقات لتقديم للحصول على أي معلومة تخص حالة الطرقات، وحتى تقديم الشروحات فيما يخص القانون، فيما يخص أي معلومة يطلبها هذا المستعمل الطريق يلقاها إن شاء الله عند وحدة وأفراد قيادة الدرك الوطني. والخدمة متواصلة طيلة العطلة الربيعية. الحملة تمتد من انطلقت يوم الثلاثاء 9 إلى حتى 15 من هذا الشهر إن شاء الله، أي أغلب كامل أسبوع للعطلة الربيعية إن شاء الله. وفي الأخير الدعوة دائما لاحترام قوانين المرور. ننصح دائما مستعمل الطريق الحيطة والحذر احترام قانون المرور لتفادي الوقوع في هذه الحوادث إن شاء الله. أشكرك جزيلا الرائد ضيف بلحية ممثل قسم أمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني على كل هذه التوضيحات. لذا فالالتزام بتدابير الوقاية إجباري للمحافظة على صحتنا البدنية والنفسية، وباش ما تمرضش وما تنقلش العدوى قبل ما تخرج من الدار يجب غسل اليدين بالماء والصابون 30 ثانية على الأقل، وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة مع الحرص على تغطية الأنف والفم والذقن وما تلمسهاش، وكي ترجع ما تنساش تطبق قواعد الوقاية، غسل اليدين بالماء والصابون، نزع الكمامة ووضعها في سلة مهملات مغلقة، تغيير الملابس وارتداء ملابس خاصة بالبيت، إعادة غسل اليدين مرة أخرى وباستعمال مطهر نمسح الأسطح المستخدمة والأغراض اللي جبناها معانا من برا، مع الحرص على تهوية البيت باستمرار. ومن كل هذا ما ننساوش ضرورة التواصل الإيجابي مع أفراد الأسرة، وللمزيد من المعلومات اتصل ب 3030. وعينا يحمينا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، أستقبل معكم ضيف الصباح والحديث سيكون عن قطاع التكوين المهني والتمهين. التخصص واكتساب مهنة المستقبل هدف الاستراتيجية الوطنية لقطاع التكوين المهني والتمهين، تخصصات جديدة ضمن أجندة تكوينية تستجيب لمتطلبات الساحة الاقتصادية الوطنية وأيضا لتطلعات الشباب في افتتاح دورة شهر مارس الجاري الجديدة وأفاق المدونة الوطنية للتكوين المهني، مع ضيف الصباح السيد محمد عزور نائب مدير تنظيم الامتحانات والتصديق بوزارة التكوين المهني. أهلا بك سيد عزود. أولا نشكرك على الاستضافة كما اعطينا الفرصة لتقديم تحية لكل المشاهدين. أشكرك سيد عزود على تلبية دعوة البرنامج. نبدأ بهذا الحديث بالحديث عن ظروف انطلاق هذه الدورة التكوينية لشهر مارس، عدد المسجلين وأيضا التخصصات الجديدة المدمجة في مدونة التكوين لهذه الدورة. فيما يخص تسجيلات العملية انطلقت من منذ 8 نوفمبر 2020 وتستمر إلى غاية 20 مارس 2021. هذه المرحلة تخللتها عملية إعلامية وتحسيسية مكثفة، بحيث أن هناك استعمال وتنويع لمختلف الوسائل والدعائم الإعلامية من الإذاعة، من إذا خاصة الإذاعة أو التنظيم أبو مفتوحة، قوافل إعلامية خاصة في مناطق الظل، المناطق التي لا تحتوي يعني على وسائل إعلامية وسائل إعلام حديثة. يعني هذه المرحلة هذه كانت هناك عدة عمليات فيما يخص الترويج للتخصصات حتى يعني نحث الشباب ونحسسه بأهمية هذه التخصصات إما في مستقبله الخاص أو فيما يخص فرصة الإدماج وأيضا تطوير الاقتصاد الوطني. هذه نسمى النقطة المهمة. ماذا عن التخصصات الجديدة خاصة تلك التي تراعي الاحتياجات الوطنية وأيضا الاحتياجات المحلية لكل منطقة؟ هي فيما يخص التخصصات الجديدة يعني هناك توجه حكومي، نحن بناء على هذا التوجه الحكومي مبني على دراسة، مبني على تشخيص لوضعية معينة أو مناطق معينة، بناء على ذلك نحاول أن ندمج تخصصات جديدة تتماشى مع قطاعات حساسة أو قطاعات ذات أولوية، مثلا قطاع الرقمنة أو قطاع
الانتقال الطاقوي، بحيث أننا نحاول ننتقل من انرجي فوسيل أو من انرجي رينوفلابل طاقة يعني متجددة، بحيث تكون عندها حتى انعكاسات على البيئة، تكون يعني ما عندهاش انعكاسات فيما يخص التلوث وكذلك يعني عواقب بيئية وخيمة. نعم، هذا فيما يتعلق بالتخصصات الجديدة التي تتماشى مع الاقتصاد، وتحدثت قبل ذلك عن أساليب الترويج لهذه التخصصات في أوساط الشباب ومرافقتهم من أجل اختيار التخصص الملائم. ما هي العلاقة الآن بين مختلف مراكز التدوين المهني والأجهزة الدعم للشباب؟ نتحدث عن الوكالة الوطنية لتنمية المقاولات، هي أيضا عن الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة وغيرها من الهيئات الرسمية التي تدعم وترافق الشباب في مرحلة التدوين، في مرحلة إنشاء المشاريع أيضا. فيما يخص هذه النقطة، هناك نقطة مهمة، بحيث أن قطاع التكوين المهني خاصة المؤسسات التكوينية لا تكتفي فقط بالتكوين، وإنما تحاول أن تقترب وتتقرب من الشاب الجزائري. وفي هذا النقطة ارتأت الوزارة على إنشاء ما يسمى بدار المرافقة والإدماج. هذه دار المرافقة والإدماج يعني هو فضاء مهم يجمع مجموعة من المعطيات للشاب الجزائري أو المتخرج من قطاع التكوين المهني. يعني فهذه دار المرافقة هي فرصة لإعطاء كل ما يتعلق بالشغل، وكذلك أجهزة الدعم التي وفرتها الدولة للشاب، مثلا لاناد، لونجام، لاكناك، كل هذه المعطيات نجدها لدى دار المرافقة والإدماج، بحيث هي يعني ميكانيزم مهم يسمح للشاب على التعرف على فرص الشغل المتاحة، وكذلك التخصصات التي تتماشى مع القطاع الاقتصادي، كذلك مرافقته فيما يخص حاملي المشاريع. نعم، لأن المشروع ممكن نتكفل به فيما يخص مجموعة من المراحل. فيما يخص المشاريع، أن القطاع تبنى إدراج مقياس المقاولاتية في كل المسارات التكوينية، بحيث أن هذا المقياس الهدف منه هو خلق روح المبادرة لدى الشعب الجزائري، وتوجيهه نحو ثقافة المقاولاتية بعد اتكال على الدولة في كل شيء، بأن نحاول أن نجعل من كل فرد يعني يمكن أن يكون كما يقولوا بإمكانه أن يتبنى أعمال حرة، أن يتوجه نحو أعمال حرة بإمكانها يعني تخلق ثروة. إذن قطاع التكوين المهني أصبح شريك أساسي لمختلف القطاعات الأخرى، نتحدث عن القطاعات الصناعية، نتحدث أيضا عن قطاعات إنشاء المؤسسات الصغيرة المتوسطة وحتى المؤسسات الناشئة التي تعتمد على إبداع وابتكار الشباب. نعود إلى نقطة حاملي المشاريع لأنها نقطة مهمة جدا. حاملي المشاريع والتقرب من هذه الفئة، الذي في بعض الأحيان رغم أن الشاب يكون حامل فكرة مبدعة إلا أنه يحتاج إلى شهادة، يحتاج إلى تدوين في المجال، وفي هذا الإطار توجهه الوكالة، خاصة وكالة دعم وتنمية المقاولاتية، إلى مراكز التدوين للحصول على الشهادة. ما هي التسهيلات الممنوحة للشباب في هذا الإطار؟ فيما يخص المقاولاتية معنى هناك عملية مرافقة لحامل المشاريع، لأن المقاولاتية يعني تتطلب مجموعة من المعارف المسبقة، خاصة فيما يخص ما معنى المقاولاتية، ما مفهوم المقاولاتية، ما هي المراحل والخطوات التي يجب أن نتبناها لإنشاء مؤسسة صغيرة، ما هي الأمور المحاسبية واللي عندها علاقة بالضرائب. يعني هناك وكأننا نكون الشاب قبل أن يبدأ في مشروعه، نحاول أن نعطيه صورة حول المقاولاتية، وخاصة تذليل الصعاب لكي يتمكن أن تكون مقاولاتية ناجحة. وخاصة في هذه النقطة قلت لك أننا درجنا مقياس المقاولاتية في كل مسارات التكوين، وذلك حتى نغرس لدى الشاب
تلك روح المبادرة الحرة، وحتى أيضا تقديم ميكانيزمات إنشاء المؤسسة إداريا ماليا وحتى نعرفه على مختلف الإجراءات والتسهيلات الجديدة المتوفرة في الساحة الوطنية والربط بين مختلف القطاعات، بكون أن هناك ميكانيزمات لدعم الشباب الجزائري خاصة القروض التي تمنحها الدولة. عندنا لاناد لكس اونساج، عندنا لونجام، عندنا الكناك، معناها اننا في اطار هذا المقياس نحاول كذلك ان نعطي مجموعه من المعارف فيما يخص الميكانيزمات وكل الفرص التي تمنحها للدوله حتى نسهل على الشاب الجزائري انشاء مؤسستين صغيره. نعم. طيب وماذا عن القطاع الخاص؟ الأولوية أيضا للشراكة بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الكبرى للقطاع الخاص بهدف رسكلة وتكوين العمال وأيضا تزويدها بمختلف التخصصات التي تحتاجها في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية أيضا. في هذه النقطة هناك كذلك يعني أمور جد مهمة، بحيث أن القطاعنا كذلك من خلال سياسة الانفتاح على القطاعات الأخرى قام بإبرام مجموعة من الاتفاقيات مع قطاعات مختلفة، مثل قطاع البيئة، قطاع المديرية العامة للأمن، وزارة المجاهدين، وزارة الصيد البحري، يعني هناك، وهذه الاتفاقيات إما تدخل في إطار تبادل الخبرات، مثلا نحن بحاجة إلى القطاع الاقتصادي أو مختلف القطاعات لإحداث واستحداث تخصصات جديدة، بكون أن القطاعات هي أدرى باحتياجاتها والتخصصات التي بإمكانها أن ندمجها في المدونة، وكذلك التخصصات الجديدة. صنعنا عندنا مجموعة من الاتفاقيات، هذه الاتفاقية تدخل إما في إطار تبادل الخبرات أو في إطار التكوين، إما نحن نكون لهم أو العكس هم يكونون لنا، بحيث أنهم يملكون الأجهزة والتقنيات فيما يخص ميادين معينة بهدف التكوين التطبيقي، إما التكوين التطبيقي خاصة أننا الأساتذة، سواء إما في إدماج المتربصين لمتابعة تربص تطبيقي أو تكوين ورسكلة المكونين. طيب. مكونين القطاع. نعم. بحيث أن في بعض الحالات نجد أن القطاع الاقتصادي ربما يتبع وتيرة معينة ونحن نتبع وتيرة معينة، وذلك حتى يتم توازي فيما يخص الاحتياجات، فيما يخص أن التكوينات التي نوفرها تكون يعني مطابقة لاحتياجات القطاع الاقتصادي. بالنظر لهذه التخصصات الجديدة التي تتماشى مع التطور، خاصة التخصصات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تتطلب أيضا تكوين المكونين والأساتذة في هذا المجال. لذلك قلت لك، لذلك قلنا بأن هذه الاتفاقية تدخل إما في إطار تبادل الخبرات تمثل في أننا نرسل مجموعة من المكونين حتى يتمكنون من إتقان مختلف التقنيات. نعم. في قطاع معين، قام مثلا في قطاع الرقمنة، نحن مثلا وزارة الامبيتيك يعني عندهم تقدم ملحوظ في هذا الميدان، فهنا نسمح للمكون القطاع أنه يقترب من المحيط الاقتصادي بحيث يتمكن من رؤية فعلا ما يوجد في الميدان ويحول ما رآه في الميدان من معارف وتقنيات إلى قاعة الدرس. وهنا نحاول أن نربط بين الجانب التطبيقي والجانب النظري. نعم. طيب ماذا سيد عزود عن مراعاة طابع كل منطقة، لأن التخصصات في الجنوب لا تتشابه مع التخصصات في الشمال، والمتطلبات مختلفة، أيضا متطلبات التنمية المحلية مختلفة في كل منطقة. في هذه النقطة يعني هنا المديرية الولائية، مديرية التكوين التعليمي في كل ولاية، يعدون ما يسمى بعروض التكوين. العروض التكوين هذه يجب أن تتماشى
وتراعي خصوصية المنطقة، باعتبار أن أي مؤسسة تكوينية لا يمكن أن تقترح عرض تكويني دون مصادقة مديرية التكوين التعليمي المهنيين كنقطة أولى، وكذلك تكون مصادقة من طرف الوزارة، بمعنى أن إذا مؤسسة معينة مؤسسة تكوينية اقترحت تخصص لا يتماشى مع خصوصية المنطقة فيتم رفضه. طيب. معنى هناك دراسة قبلية لخصوصية المنطقة حتى نقترح أو نوفر عروض تكوين تتماشى مع المنطقة. مثلا نعطيك مثال بسيط، في منطقة الصحراء وين أنا يوجد النخيل، معنى تحويل التمور. نعم. لا يمكن أن نعرض تحويل التمور في الجزائر العاصمة، معنى أننا نحاول أن نربط بين احتياجات وخصوصية المنطقة وعروض التكوين. هناك تخصصات جديدة أيضا في المناطق التي استفادت من مشاريع تمكين الشباب من استخراج الذهب بطريقة احترافية، مراعاة البيئة وأيضا اكسابهم المهارات العلمية في هذا الإطار. كيف تماشت مراكز التكوين المهني مع هذا التوجه الجديد؟ هي هذه تدخل في إطار اتفاقية المبرمجة بين قطاع التكوين المهني مع قطاع المناجم، بحيث أن من بين توجهات الدولة وتطوير القطاع المنجمي، نقول بأن هناك يعني تأخر في هذه النقطة، وفي هذا الإطار تم تصدير برنامج تكويني فيما يخص استخراج منجم الذهب، خاصة في ولاية دمنا الأوسط، بحيث حتى الوزيرة يعني قام بزيارة إلى تلك المنطقة. هذا التكوين اولا يدخل كذلك في اطار المقاولاتيه، بحيث اننا نكون شاب المنطقه على استخراج الذهب بتقنيات حديثه مع ضروره احترام البيئه، بمعنى اننا لا نفكر فقط في جني الارباح، وانما ان يكون ذلك الربح يحترم الشروط والظروف البيئية. وذلك الاتفاقية داخلة مع قطاع الاتفاقية المبرمة مع قطاع المناجم. طيب، نعود إلى الدورة التكوينية لشهر مارس، التسجيلات ما تزال مفتوحة، كيف يتم استقبال الشباب في هذه الفترة، خاصة نتحدث الآن عن التوجيه نحو هذه التخصصات الجديدة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني والتي تستجيب أيضا لمتطلبات المؤسسات الاقتصادية. فيما يخص التوجيه نحن نركز على نقطة مهمة، هي رغبة الشاب. نعم. يعني لا نفرض عليه تخصص معين، معناها اون اورينتاسيون شوازي اي نو اون اورينتاسيون سوبي، نحن نوفر كقطاع خاصة في مراكز الاستقبال والتوجيه المتواجدة على مستوى كل مؤسسة تكوينية، نحاول أن نعطي إلى ذلك الشاب صورة دقيقة حول المهنة أو حول التخصص، باعتبار أن عملية التوجيه تبدأ بالحصول على مجموعة من المعلومات. لا يمكن أن أسجل في تخصص ليس لدي أي معلومة حول التخصص. معنى النقطة الأولى أننا مستشاري التوجيه، النقطة الأولى أنهم يحاولون أن يوفروا كل المعلومات حول تخصص معين حتى يتمكن الشاب من أن تكون له صورة فيما يخص هذا التخصص. وكما قلت لكم قبل، التسجيلات كانت من 8 نوفمبر مستمرة إلى غاية 20 مارس 2021. أيام الانتقاء والتوجيه تكون يوم 21 22 و23، صافي. هناك 3 أيام، هناك مقابلة مع المستشار، هناك زيارة الورشات، هناك فحص طبي، وهذه قبلها قلت لكم هناك علاقة مباشرة بين المؤسسة التكوينية والشاب الجزائري أو الشاب الذي يريد أن يتبع تكوين معين، بحيث أن أبواب المراكز أو المعاهد مفتوحة تقريبا طول السنة. معنى الشاب الجزائري إذا احتاج إلى معلومة معينة ما عليه إلا أن يتوجه إلى مكتب التوجيه والاستقبال
حيث كل المعطيات والمعلومات المتعلقة ليس فقط بالمركز ولكن بكل منطقة. معنا الشاب الجزائري يسكن مثلا في حسين داي ممكن يقول له هناك تخصص في الحراش، معنا لن نوفر له فقط معطيات فيما يخص ذلك المركز وإنما مجموعة من المراكز حتى يتمكن ممكن من يختار يعني مركز. ومراكز الاستقبال متواجدة عبر كل المراكز؟ كل مؤسسة تكوينية تحتوي عند مدخل المركز أو المؤسس أو المعهد مفتوحة أمام الشباب، مفتوحة تسمى لمكاتب التوجيه الاستقبال والتوجيه. وهدف الأول هو أول قبل ما نقوم بعملية التوجيه أن نقوم بعملية توفير المعلومة فيما يخص التخصصات والمهن. وهنا نعود للترويج لأنها نقطة مهمة بدأنا بها هذا الحديث ونختمه بها أيضا، الترويج لهذا الجديد لكل هذه التخصصات الجديدة قبل انطلاق أي دورة تكوينية. فيما يخص الترويج هناك يعني تنويع وتكثيف لحال الحملات الإعلامية بحيث أننا نقوم باستغلال كل الدعائم والوسائل الإعلامية المتاحة، إما أن نقوم بأبواب مفتوحة، إما أن نقوم بمعارض، أو نقوم باستغلال الوسائل المحلية أو الجهوية كالإذاعات الجهوية أو المحلية بحيث يكون هناك تنسيط لحصص إعلامية، دعوة أساتذة، دعوة متربصين قد أجروا تربصهم وأكملوه، كما نقوم أيضا باستغلال المواقع الإلكترونية للمؤسسات التكوينية أو المديريات أو الوزارة، يعني كل وسائل الإعلامية المتاحة هي مستعملة وذلك من أجل الترويج لمختلف العروض التكوينية وحث الشباب وتحسيسه على أهمية التكوين كضمان للمستقبل. والأبواب إذن مفتوحة إلى غاية 20 من شهر مارس الجاري، هي مفتوحة أمام الشاب لاختيار مهنة المستقبل لاكتساب حرفة لاكتساب صنعة يفيد بها نفسه وأيضا الاقتصاد الوطني. هي في نقطة كلمة ختامية في هذا يعني هذاك نقطة مهمة أيضا أننا في من خلال سياسة الرقمنة أن التسجيلات تكون عبر منصة مهنتي بحيث أن الشاب الجزائري بإمكانه أن لا يتنقل إلى المؤسسة التكوينية. فيما يخص مكاتب الاستقبال والتوجيه هي مفتوحة إلى غاية 20 مارس، واغتنم هذه الفرصة إلى دعوة الشاب الجزائري أو الشباب إلى الرغب في الحصول أو اتباع تكوين معين أن يتقرب من هذه المكاتب حتى تكون له حتى نعطوه صورة حول المهن المتاحة، خاصة المهن التي ممكن أن تلقى رواج وفرص إدماج أكبر مقارنة مع التخصصات الأخرى. نعم، أشكرك جزيلا سيد محمد عزود نائب مدير تنظيم الامتحانات والتصديق بوزارة التدوين المهني والتمهين، شكرا لكم على قبول الدعوة وعلى كل هذه التوضيحات. مشاهدينا أمر معكم الآن إلى موضوع آخر، جولة سياحية إلى ولاية خنشلة لاكتشاف خبايا القرية الأثرية الخيران سهام سارزود. كتل صخرية تصنع لوحة طبيعية عنوانها قمم الأوراس الأشم، وبين هذه القمم قطعنا مسافة تزيد عن 70 كيلومتر لبلوغ منطقة خيران التي لا تزال تحتفظ بهذه القرية المحاذية لوادي العرب يعود تاريخ تشييدها إلى 4 قرون. هي قرية عريقة ومبنية على ضفاف وادي العرب، والبقعة الفلاحية نتاعها ما تسمى تاروقت وشليح وتيزيرت وذراع خيران، هذه أماكن الفلاحية نتاع خيران. البناية نتاعها تتبنى بالحجرة والطين والخشب نتاع النخلة والخشب نتاع العرعار والخشب نتاع الصنوبر والخشب نتاع الصفصاف. وبين أطلال وأزقة قرية خيران الأثرية
حقب يبحر فيها الزائر، حيث تعاقبت عليها عدة قبائل، ومر بها رواد المقاومة الشعبية بمنطقتي خنشلة وبسكرة. حفيظي الغوثي من أقطاب الغوث، قطب الغوث، هو مسمى الشيخ عبد الحفيظ الونجلي اللي راهو ساند ثورة الزعاتشة ودار جاهد مع ثورة الزعاتشة وهجم على فرنسا وكون الجيش منه من خيران والبراجة وبني ملول والعشاش وهجم على على مع الزعاتشة وقتل سان جيرمان تاع فرنسا، الجرينال سان جيرمان تاع فرنسا. قرية خيران الأثرية التي لا تزال تصارع الزمن هي منطقة جذب سياحي وإرث تاريخي حضاري، تنتظر أن يتم تصنيفها كمعلم وموروث حضاري وسياحي بولاية خنشلة. مستمرون إذن دائما معكم مشاهدينا الكرام، الآن إلى جمعيات والدور الفعال في القطاع الفلاحي من خلال تنظيم شعب الفلاحية العينة اليوم مع شعبة تربية المواشي. وقع شعبة تربية المواشي المشاكل اليومية للموالين، توفير الأعلاف، الحفاظ على السلالات، وأيضا تغطية طلب الوطني من اللحوم الحمراء، نقاط سأسلط عليها الضوء مع ضيفي سيد مصطفى حمود رئيس الجمعية الوطنية لمربي المواشي. سيد حمود صباح الخير، أهلا وسهلا بك. شكرا، بارك الله فيك. بداية سيد حمود، نتعرف على الجمعية الوطنية لمربي المواشي، ما هي أهداف هذه الجمعية والدور الذي تلعبه في الحفاظ وفي تنظيم أيضا شعبة تربية المواشي؟ شكرا أختي العزيزة. أولا الجمعية الوطنية هذه تضم كل المواشي بما فيها الناقة والبقرة والنعجة والمعزة. الدور اللي تلعبه الجمعية تاعنا وهو تنظيم، وأولا تنظيم وطني، ثانيا تحسين السلالة، ثالثا هذه الجمعية تكون تمثل المهنة على مستوى الوطن، تمثل المربيين في كل الانشغالات نتاعهم، يعني فيما يخص توزيع الأعلاف، في المحميات، في تحسين السلالة، في ترحال رحلة الشتاء والصيف، هذا دور تاع الجمعية نتاعنا. طيب نبدأ من النقطة الأولى سيد حيمود، هي تمثيل الموالين على المستوى الوطني، وهنا نتطرق إلى الدور الجمعوي، دور المجتمع المدني في هذا الإطار، تنظيم القطاع الفلاحي، وأنه كيف لجمعية وطنية أن تقوم بتنظيم قطاع هكذا له ثقل في القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني بصفة عامة؟ اولا الجمعيه الوطنيه هذه كنقول جمعيه وطنيه، يكون في كلها في كل ولايه مكتب ولائي، رانا من وفات لحقنا نصبنا 20 مكتب ولائي، كل ويكون اتصال دائم، يكون تنظيم، يعني هذا التنظيم يكون يمشي مع بعضه بعض فيما يخص هذه الثروه الوطنيه، هذا الثروه اللي يعني نعتز ونفتخر بها ونشوفه رئيس الجمهوريه مشكور، كل ما يتكلم يقول الاعتماد على الثروة الوطنية. احنا ماذا بينا الثروة هذه الوطنية واللي باقية بعد البترول والثروة نتاعنا نتاع الأجيال يكون عندها تنظيم وطني، وما نبقاوش يعني ما نبقاوش في الطريقة التقليدية أو في الطريقة القديمة. يلزمنا الشعوب والعالم نطور، يلزمنا الثروة نتاعنا نطوروها ونستحفظ عليها ونعرفوا هذه الثروة كيفاش تبقى بعد البترول تبقى للأجيال نتاعنا. الحفاظ على هذه الثروة هو تشجيع الموالين وأيضا تحفيزهم وتقديم كل التسهيلات لهم من أجل الحفاظ على الثروة وأيضا توسيع هذه الثروة وتنويعها، ما هو الدور الذي تلعبه الجمعية في التقرب من الموالين، الاستماع إلى انشغالاتهم وأيضا نقل هذه الانشغالات إلى الجهات المعنية؟ نعود لك الكلمة اللي قلتها، الدور تاع الجمعيه قلت لك رانا نسمو ان شاء الله كل الولايات، رانا بالامس كنا في نصبنا ولايه برج بوعريريج، رانا نصبنا الولايات، بدينا بالولايات الجنوبيه يعني البعيده بما فيها ورقله، تمراس، تيليزي، تندوف، اضرار، بشار، نصبنا كي نصبوا مكتب ويبقى اتصال دائم على هذاك المكتب، ويكونوا هذاك المكتب فيه ناس منخرطين من الولايه، من كل ولايه، كل ولاية فيها مكتب وكل فيها ناس أخرى، والتنظيم هذا التنظيم تكون هذاك المشترك يكون عنده بطاقة مهنية باسم الجمعية، وتكون دائما اتصال يعني قدوة يعني النظام
قال اسحق تربيه المشيه واسحق ما نجمش يلقى لكل ولايه، كاين نظام. انا مثلا اليوم الدليل على الدليل اليوم ها في الاذاعه رئيس في القناه الوطنيه الثالثه رئيس الجمعيه يتكلم باسم الجمعيه. نعم باسم كل الموالين المنضوين تحت لواء الجمعيه. طيب المشاكل اليوميه للموالين، نبدا بتوفير الاعلاف الاغذيه للموالين وهو معضله ومشكله يعاني منها اغلب الموالين عبر التراب الوطني. شكرا اخت. احنا نشوفوا يعني كما كان يعني وزعوا ولا داروا النظام القديم اللي داروا باللي النعجه عندها 300 غرام و300 غرام راه الداند ما تكفيش، الخروف ما ياكلش والخروفه ما تاكلش والكبش ما ياكلش والمعزه ما تاكلش. نعطيك مثل، نفتخروا بعض الولايات كما ولايتنا قردايا، الجبن يعني الجبن والياورت كلش عاد يخدموا حل نتاع المعزه، وكيف المعزه ما نعطيهاش الحق نتاعها، ولا ما ربيتش انا الخروف هذا قدوه يروح للباطوار يعني الذبح، او قدوه يصبح لنا العيد والخروف تصبح في بلاصتهمها، كيفاش شربوا هذا المال؟ ما نقدرش نربوه. احنا ماذا بينا من هذا المنبر نشكركم، من هذا المنبر نوجه نداء الرئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه والوزاره الوزاره الخاصه نتاعنا نتاع الفلاحين، سمعت الوزاره الوصيه نتاعنا، نوجه لهم من هذا المنبر باللي يعتنوا وصلنا راح عام جفاف كبير راح يعني ولا ما وقفتش الدوله واعطات اهتمام لهذه الثروه الوطنيه قادين قدوه. راح عندنا موسمين دينيين، عندنا رمضان الفضيل وعندنا عيد الاضحى. انا ما نتمناش القدوه يعني في كل ولايه ولا في كل في العواصم نتاعنا باه يصبح اللحم باسوام يعني خياليه ويصبح مرفوع، هو كبش العيد يصبح اكثر، هذاك اللي راه يجمل بالدينار ويستنى باه يفرح اولاده في 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 العيد، احنا ماذا بينا يكون باسوام ويروح فارح وتكون اسوام معقوله. اما نوجه هذا قلت لك النداء لما قسموش هذه الثروه في هذه السنه نقول لك ثلث يعني نقولوا هذا الثلث ماهوش قاد يبقى من هذه الثروه. درك النعجه نتاع الكسب يعني اللي ربوها او تعطيها له ما يديهاش، كاين الرمله والشعير اليوم راه الحق 5000 دينار. نعم 5000 بغيت نوصل لهذا النخاله الاسعار اسعار الاعلاف النخاله الان النخاله اللي ضاريه تتباع 150000 وفي الصيف حتى ما يشروهاش، اليوم راها بربع دعم للموالين راها ب 424. الدوله مدعمه النعجه مدعمه النعجه وتعطيها 300 غرام وكي الحق 6 شهور نتاع الحصاد والدرس يقول لها النعجه ما ريحي ما تاكليش رانا في الحصاد والدرس تاكل الرمل مش عارف. احنا رانا يعني نشكر الوزاره الوصيه، الوزير اتخذ قرار تاع الفلاحه باللي النخاله هذه كامله ترجع للموال، ولو اليوم راها ما امتثلوش اصحاب الخواص ما مش كاع اصحاب المطاحن الخواص ما نقولوش كاملين، بصح الاغلبيه نتاعهم ما تمثلش هذا القرار. ولو القطاع العام راه يمشوا معنا لهذه الساعه، هذا القرار هذا دار ثلاث شهور ملي تاخذوا الوزير يعني قرار شجاع ربي يجازيه، لليوم راه ما امتثلوش. احنا ماذا بينا هذه الثروه اللي باقيه باقيه لجيالنا وباقيه لاولادنا وباقيه الاقتصاد تاع الجزائر، ماذا بينا الدوله دير برنامج في اقرب وقت. وراني مؤخرا بعثت رساله نوجه لرئيس الحكومه قلت له ماذا بينا باسم الجمعيه دير لنا لقاء في اغرب وقت باه نشوفوا هذه الثروه الوطنيه كيفاش غادي نربوا الثروه نتاعنا. واهم ربما ايضا اساليب الحفاظ على هذه الثروه هي الحفاظ على السلاله، كيف تساهمون في الحفاظ على السلالات وتنويع السلاله الموجوده بالجزائر؟ احنا الحمد لله في الجزائر عندنا معاهد. نعم. وهذه الجمعيه تقريبا راها انشئت نقول ولو راها عندها اكثر من العام شويه، تلاقات يعني مع بعض شويه المشرات الصغيره، زاد الحراك الوطني يعني بكل احترام الحراك الوطني، زاد لحقه المرض هذا تاع كورونا. احنا رانا قاعدين ان شاء الله ربي ان شاء الله يرفع هذا الوباء على كل مخلوقاته، وقاعدين ان شاء الله نديروا اجتماعات ونلقاو الناس الخبراء ونلقاو وباه قادين ان شاء الله ننظموا السلاله نتاعنا الوطنيه. ان شاء الله يا رب. طيب نعود الى اهميه تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، تغطيه السوق الوطنيه باسعار معقوله ايضا مقبلون على شهر رمضان بعدها حيكون عيد الاضحى المبارك، واكيد التحضيرات على مستوى الموالين على مستوى الجمعيه بدات من الان لضمان تغطيه السوق بالمنتوجات. هناك ايضا قرار تجميد استيراد اللحوم من الخارج، يعني الاعتماد
كلية على اللحوم المحلية. هل الثروة الحيوانية اليوم في الجزائر قادرة على تغطية هذا الطلب؟ ثم ما هي الأساليب المطروحة من الجمعية للتمكين من تحقيق الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية؟ إلا كان يعني ما نقولش دولة مش عاطية اهتمام، كاين اهتمامات. إلا الدولة وفرت الأعلاف لهذه الدولة لهذه الثروة الوطنية، إلا وفرت الأعلاف، أنا نقول لك إن شاء الله عدنا الاكتفاء ذات في اللحوم وعدنا في الكبش تاع العيد، وان شاء الله الا كان يعني زدنا عطينا اهتمام قادين نصدروا وعدنا من احسن اللحوم. اما الاسعار هذه تبقى دائم على حساب العرض والطلب. احنا السنه رانا متخوفين، كي نقول لك قنطار الشعير حق ال 5000 دينار 500000، ونقول لك النخاله لحقت 420 430 الف 4000 دينار و 4300 4300 دينار، يعني هذه حاجه تخوف. هذاك الانسان اللي وكل وباهي وجد كي تسخن الاسوام ترفع الاسوام السوق. انا هذه اللي ما نتمناوهاش كمغربيين وكموالين. احنا ما نشتوش به قدوه اللي يدير اللحم يدير الكيلو تاع اللحم يعود يدي يعني يروح يبكي، والله هذاك اللي باهي الشركه باش العيد يفرح اولاده يعود مسكين يشريه بسوام يعني خيالي. هذه ما نتمناوهاش احنا كجمعيه وطنيه، وما يتمناها اي مواطن اخر. احنا ماذا بينا كي توفر الاعلاف يعود ان شاء الله العرض اكثر من الطلب، تكون دائم الاسواق معقوله. وحنا الحمد لله كفلاحين او كموالين احنا عدنا عام مع هذا الوباء تاع كورونا، رانا نشوفوا الاسواق اللحم البارح في العاصمه ب 1250 دينار. نشوف الله يبارك عدنا عام راه متوفره الخضر وفوق اللحوم، هذه تفرحنا. بصح انا قلت لك على حساب الجفاف اللي سنمس البلاد وعلى حساب الاقلام تاع الاعلاف، رانا متخوفين على الثروه نتاعنا وعلى المستهلك، يعني في اثنين، الثروه نتاعنا ثروه وطنيه اللي باقي لاجيال ولادنا، وخايفين على المستهلك ما تعودوش لا اللحوم ولا كبش العيد اللي يستنى فيه. نعم، والجمعيه تبقى هي حلقه وصل بين الموالين من الميدان الى الجهات الوصيه، الى الوزاره الوصيه، الى السلطات ايضا. رساله هكذا في الاخير، المنبر مفتوح سيد حمود، توجهها لتطوير هذه الشعبه الفلاحيه. شكرا. احنا من هذا المنبر نوجه النداء الاول رئيس الجمهوريه، وسمعناه يوميا يقول نعتمدوا على الثروه الوطنيه وهذه حاجه تفرحنا. كي سمعنا الحوايج تنشر في الجزائر ما تستولدش، هذه تفرحنا اكثر. وانما نطلبوا وصلتها بهذه السنه، ماذا بينا يعني الموال اليوم راه يعاني. درك قلت لك على الجال اللي تباع نتاع اللي تكسب ما عداش الاسوام، كاين الشعير ب 5000 دينار وكاين الرمله فوق الارض، هذه من عند ربي الجفاف. احنا اللي نوجهها في اقرب وقت يعطوه، ما نقولش راح تعطيه اهتمام، بصح يعتنوا بهذا الثروه ويكون يعني برنامج باه ينقذ لنا الثروه الوطنيه وما نصبحوش قدوه في قلاء اللحوم وقلاء الكبش العيد. نعم، هذا ما يتمناه الجميع، والمواطن واش نقولوا له حتى نطمنوه خصوصا قبيل شهر رمضان المعظم. المواطن طمنوا، احنا نقولوا ان شاء الله نقولتها ونزيد نكررها، امنيتنا اللي تكون متوفره الاعلاف به ما يترفعلوش اللحوم وماهوش قدوه الكبش نتاع العيد يلقاه بسوام خياليه ان شاء الله. احنا هذه امنيتنا، كي نشوفوا المواطن في العواصم نتاعنا يشتري اللحم فارح ويشتري الكبش فارح، هذه تفرح المربي وتفرح الموال. اشكرك جزيلا سيد مصطفى حمود رئيس الجمعيه الوطنيه لمربي المواشي على الحضور وايضا على هذه التوضيحات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلت معكم الان الى موعد التاسعه الاخباري مباشره من استوديو الاخبار. صباحكم سعيد مجددا، مجزوة التاسعة أهلا بكم. بداية رحب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي، كما عبر عن تأييده واستعداده التام لمساندة هذه الأخيرة آملا في إنهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات الهامة نهاية هذا العام. وأكد السيد الرئيس أن الجزائر التي أثبتت قولا وفعلا وقوفها إلى جانب
الجانبية الشعبية الليبي تضامنها اللامشروط معه لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق، منوها في هذا السياق بالضرورة الملحة لوضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها لتمكين الشعبية الليبية الشقيق من تقرير مصيره والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها. يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة عامة تخصص لطرح أسئلة شفوية من قبل أعضاء المجلس على عدد من أعضاء الحكومة وتخص قطاعات التعليم العالي، البحث العلمي والمالية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. يترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم أشغل الاجتماع 40 لمجلس وزراء المنظمة الإفريقية للدول المنتجة للنفط الذي ينعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، وسيعكف وزراء المنظمة على مناقشة مستقبل الصناعة النفطية والغازية في إفريقيا ومسائل تنظيمية، إضافة إلى تقييم نشاطات المنظمة التي ترأسها الجزائر خلال السنة الجارية. تفتتح اليوم الطبعة الأولى لصالون الجزائر للكتاب بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة بمشاركة 216 دار نشر، وذلك تحت شعار الكتاب حياة. وسيكون الزوار على موعد مع التجديد في عالم الكتاب من خلال إصدارات أدبية جديدة وجلسات توقيع للكتاب وبرنامج ثقافي وندوات تتعلق بعدة مواضيع كواقع النشر في الجزائر والتوزيع والترجمة وكذا الكتاب في الوسط المدرسي والكتاب الإلكتروني. ومن جهة أخرى وبالمسرح الوطني محي الدين بشتارزي سيتسنى لعشاق الفن الرابع العودة إلى قاعة العروض بمناسبة الطبعة 14 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف ابتداء من اليوم إلى غاية 21 من الشهر الجاري ببرمجة نحو 20 عرضا من إنتاج مختلف المسارح الجهوية والتعاونيات والجمعيات الثقافية، حيث ستتنافس 9 مسرحيات على الجوائز 8 التي ستمنح. وبقصر المعارض سافاكس ستختتم اليوم فعاليات الطبعة 4 لصالون الكهرباء والطاقات المتجددة، الصالون الذي عرف رواجا كبيرا لدى الجمهور ومهني قطاع الطاقة تميز بعروض محفزة للشباب أصحاب المشاريع المبتكرة. دوليا وفي تطورات الشان الليبي، ردود فعل دولية مرحبة بقرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث اعتبرت كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية هذه الخطوة بالهامة وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي نحو التوصل لحل سياسي ينهي صراعا استمر عقدا من الزمن. من جهته حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحكومة الجديدة على التعاون مع مجلس النواب وعلى تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية أواخر السنة الجارية. في جديد وباء كورونا في العالم، حذرت منظمة اليونيسف من عواقب فيروس كورونا مشيرة إلى انخفاض مؤشرات تطور ونمو الشباب والأطفال بسبب الجائحة والإغلاق المترتب عنها للمدارس والفضاءات العامة، مما أدى إلى تزايد التوتر والقلق، وهو ما قد يؤثر على جيل كامل من هذه الفئة. من جهة أخرى سجلت البرازيل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات اليومية بكوفيد 19، بلغت أزيد من 2200 حالة ليصل إجمالي الوفيات بها 270 ألف شخص. بهذه الأرقام ننهي معكم هذا الموجز الإخباري، نلقاكم في العاشرة في أمان الله.
بكم من جديد، مستمرون دائما معكم في الساعة الثانية من برنامج هذا الصباح. نفتح معكم الآن نافذة ثقافية مع الثقافة وإدماج الثقافة في الفعل الاستثماري. إذن الثقافة مباشرة، سوف نتحدث عن حاضنة المشاريع الثقافية. هي تجربة أولى من نوعها في الجزائر لتشجيع الاستثمار في المجال الثقافي. صاحب المشروع معي في بلاتو هذا صباح سيد حفيظ شكري، أهلا وسهلا بك، صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير لكل مشاهدين قناة الوطنية الثالثة. إذن هذه الحاضنة للمشاريع الثقافية هي تجربة أولى من نوعها، هي من مخرجات المخيم الوطني الأول لريادة الأعمال الثقافية الذي التأم بقصر المعارض من 3 إلى 6 مارس الجاري. طبعا أول شيء قمنا بأول مخيم وطني لريادة الأعمال الثقافية اللي كان في من 3 إلى 6 مارس بقصر الثقافة مفدي زكريا برعاية وزير الثقافة والفنون سيدة دكتورة مليكة بن دودة ووزارة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بقصر المعارف ومؤسسة الناشئة. هذا المخيم كان يجمع تقريبا 40 مشارك، اختار 40 مشارك يعني اصحاب مشاريع مؤسسات ناشئه ثقافيه لاول مره. كان تكوين في نفس الوقت هي مسابقه لاختيار احسن المشاريع، وكان مخرجته هو اول حاضنه اعمال تجمع كل شركات الناشئه الثقافيه في الجزائر لاول مره. المخيم والحاضنه هي فكره تكون في ارض الواقع لاول مره في الجزائر، وهذا ما سمح لنا تاكيد انه للثقافه قدره ان تتحول الى قوه في الاقتصاد الوطني بعيدة عن الثقافة الاستهلاكية فقط. نتحدث عن الحاضنات ومسرعات الأعمال لكن في مجالات أخرى، أن نسمع الحديث عن حاضنة للأعمال الثقافية هو الشيء الجديد ربما. كيف ستسهم هذه الحاضنة اليوم في تفعيل أو إدماج الاستثمار في الفعل الثقافي؟ طبعا هو تحدي أول شيء وإثبات وإلغاء كلمة الثقافة هي استهلاك. هو تحدي كبير أنه أثبتنا أنه القدرة على أن الثقافة عندها قدرة تساهم في الاقتصاد الوطني. المخيم أكد ذلك بمشاريع وأفكار رائعة جدا. حوالي 40 مشروع. 40 مشروع، هو تقريبا كان هناك 321 مسجل، اخترنا فقط 40 مشروع من 29 ولاية. شيء جميل أنه المشاريع الثقافية اللي كانت مطروحة كانت رائعة جدا، وكانت تؤكد أنه نستطيع أنه للثقافة تؤكد أن تضيف الاقتصاد الوطني وتروج مثلا للثقافة الوطنية أولا، وتضيف اللي تساعد في الاستثمار في كم مجال التراث المادي ولا مادي، في مجال المسرح، في مجال الموسيقى، في مجال الأدب، في مجال السمع البصري، الكثير من المجالات اللي حبذا لو تحدثني عن نوعية هذه المشاريع. المشاريع متنوعة، على سبيل المثال في الأدب مشاريع تشجع على ثقافة المطالعة والقراءة، في نفس الوقت هي مشروع ربحي. مشروع يشجع على المسرح ولكن عنده جانب اقتصادي مهم جدا. على سبيل المثال هنالك من له مشروع يعالج بعض الأمراض عن طريق المسرح. نعم. وفكرة خلاقة جدا وجديدة. أيضا هناك مشروع كدليل دليل ثقافي، هو موقع إلكتروني جاهز إلى آخره، يجمع كل المثقفين في نفس الوقت، هو عبارة عن شركة ناشئة. والكثير من المشاريع التي أكدت أنه نستطيع بالثقافة أن نضيف في الاقتصاد الوطني، وهذا ما تريد أن نقوم به عن طريق الحاضنة، أن نرافق هذه المشاريع إلى أن تكون فعلا شركة ناشئة جاهزة، في نفس الوقت إلى تتحول بعد مدة معينة إلى مؤسسة مصغرة كي تعطي دورها الحقيقي في الاقتصاد الوطني. الجميل أيضا أن هذه المشاريع موزعة عبر عديد الولايات، أنت قلت من 29 ولاية، وطبعا الطموح هو أنها تعم كل ولايات الوطن. كيف هي أساليب المرافقة لدعم هذه المشاريع وتمكين أصحابها من تجسيدها على أرض الواقع؟ المرافقة تكون عن طريق التكوين وأيضا نضج الفكرة والمشروع نفسه في حد ذاته، وإيصال المشروع إلى نسبة نجاح تقريبا كبيرة إلى 99%. نقطة ثانية، نقطة ثالثة هو الاستثمار في هذه المشاريع بإيجاد مستثمرين أو الحاضنة أنها تستثمر مع صاحب المشروع بحد ذاته. النقطة المهمة هو التكوين، أنا نركز على التكوين
لأنه نقطة تحول لأي فكرة إلى مشروع إلى شركة ناشئة. ونتوقف عند التكوين، أنه نكون الشاب، أنه الشاب صاحب فكرة في المجال الثقافي، نكونه في ميكانيزمات إنشاء المؤسسة، في ريادة الأعمال، في إطلاق المؤسسة، التحكم في الإجراءات المالية الإدارية أيضا. ربما هذا هو الرهان اليوم، أنه نحول هذا الشاب الناشط في الحقل الثقافي إلى رائد أعمال، إلى نزرع روح المقاولاتية، إلى مقاول حقيقي. والله هذه النقطة حبيت نتكلم عليها وقعت في المخيم. هنالك جاءوا مثقفين كثيرين قالوا لي كيف نصل في أول يوم المخيم التكوين، تقريبا كانوا عندهم تذمر أنه كيف اقتصاد وريادة أعمال وجنب ربحي، كانوا متذمرين أنه مستحيل أنه ثقافة تدخل. بعد يومين من المخيم الجميع أصبح أنه مهتم لدرجة أنه فعلا يجب أن ينشأ شركة ناشئة، وطريقة التكوين وطريقة الإلقاء جعلت من المشاركين اللي مشاريعها المثقفة أنها فعلا تريد تنشئ شركة ناشئة. وهذه نقطة مهمة جدا، أول شيء تعريف الإطار القانوني والمفهوم مؤسسة ناشئة، من ثم كيفية إيجاد فكرة ثقافية مربحة وتسييدها من الفكرة إلى المشروع بحد ذاته، أيضا كيفية تسيير مؤسسة ناشئة، لأن نقطة مهمة جدا أن الكثيرين هذه نقطة يحتاج أي صاحب فكرة مشروع. من ثم ننطلق إلى كيفية استعمال تقنيات التكنولوجيا في هذه المشاريع، لأنه شركة ناشئة الشيء اللي جميل فيها أنه تستعمل وتواكب التكنولوجيا الحالية. أيضا نقطة مهمة هو مخطط العمل Model Business Canvas، لازم كل صاحب مشروع أو فكرة يكون عنده دراية به إلى آخره من تكوينات. وهذا المخيم بالنسبة لي هو نقطة تحول في هذه الحاضنة، لأنه فعلا أرسخ بعض المفاهيم اللي كل أصحاب الأفكار الثقافية، أنه نستطيع أن الفكرة ما تكونش فقط عبارة عن مشروع جمعوي، لأنه كثير من الأفكار كانت سابقا أنه مشروع ثقافي ومشروع جمعوي، لكن يستطيع يكون مشروع فعلا اقتصادي حقيقي، مشروع ربحي حقيقي. هل هناك تنسيق أيضا بيناتهم وبين مختلف الأجهزة، أجهزة الدعم، دعم الشباب؟ اليوم نتحدث عن المؤسسات الناشئة، هناك صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، الحصول على علامة المؤسسات الناشئة، وهناك أيضا الهيئات المعروفة التي تدعم الشباب مثل الوكالة الوطنية لتنمية المقاولاتية. والله حبيت هذا المنبر بدون مجاملة، كاين أستاذة نسيمة مكلفة بوزارة مؤسسة ناشئة اقتصاد المعرفة، صراحة هي تقريبا هي من شجعتنا على هذه المبادرة، وراهي نسميها جندي خفاء، ادماج كثير في الإعلام، الشيء اللي تقوم به خارق العادة صراحة، الشباب اللي تساعد فيهم وتفتح لهم في المجال وبدون أي تمييز. أنا تقريبا كاين مشاريع كثيرة جاية من الجنوب، جاية من كم من جهة، وهذا الأجمل أنه فعلا لقوا الطريق الحقيقي للمساعدة. ولهذا كان عندنا تنسيق مباشر مع وزارة الاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وأيضا مع وزارة الثقافة والفنون، لأنه فكرة الثقافة الاقتصادية هي جاءت تقريبا من وزارة الثقافة والفنون لقلب مبادرات كثيرة، لأنه فيها أيضا توجه الوزارة، فيه اتفاقية لإدماج الفعل الثقافي مع منظمة كونفدرالية وأرباب الأعمال، لإدماج الفعل الثقافي في مخطط الإنعاش الاقتصادي. هذا هو الهدف الأسمى من كل هذه التحركات وهذه المجهودات، أن نحول هذا القطاع الاقتصادي إلى القطاع الثقافي إلى قطاع اقتصادي ربحي. ما هو كيف هو اليوم توجه الشباب نحو هذا القطاع لخلق المشاريع؟ الآن أصبحت عدوى بعد هذا المخيم، بعد هذه مع مسابقة وزارة الثقافة والفنون تاع ثقافة تشالنج، أصبحت عدوى الآن أنه أي الآن هو فكرة المقاولاتية الثقافية، أصبحت عدوى بين الشباب. الكثير يتواصل معايا يقول لي عندي فكرة، عندي مشروع، كيف نبدأ، كيف راح نقوم بإنشاء مؤسسة ناشئة خاصة بالجانب الثقافي. الحمد لله بدأت الفكرة تترسخ عند كثير من الشباب، وهذه مهمة كبيرة لنا أننا نوضح المفاهيم الحقيقية للمقاولات الثقافية أو كيفية إنشاء مؤسسات ناشئة ثقافية. إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أننا كل مرة نروح ولاية معينة أو جهة معينة ومخيمات، وهي مكمل للحاضن العمل لنرى أفضل شركات ناشئة وأفضل مشاريع لكي نرافقها، ونحاول أننا دائما نخلق
ثقافة حقيقية، ثقافة اقتصادية في كل وفي وسط الشباب أو الحقل الثقافي الوطني. ما هي نوعية المشاريع في الحقل الثقافي التي يمكن فعلا أن تخلق ثروة اقتصادية؟ الاستثمار في التراث، أيضا في مختلف الأعمال الفنية والثقافية، ما هي الأكثر ربما حظا من أجل أن تحقق هذه الأهداف؟ هو تقريبا 5 مجالات مهمة جدا. أول شيء الأدب بكل ما يخص بالأدب والأدب. نعم، أيضا جانب التراث المادي واللا مادي أيضا يعتبر مهم جدا جدا، ويعتبر من الأمور المجالات اللي راهي فعلة ضجة كبيرة في العالم. هناك شركات كثيرة في العالم ناجحة في هذا الأمر، تروج للموروث الثقافي لبلدها في الوقت عندها دخل اقتصادي كبير، وهذه نقطة مهمة راح نشتغل عليها. أيضا جانب السمعي البصري اللي راه الآن يعتبر نقطة مهمة جدا، المسرح وأيضا الموسيقى، هذه المجالات اللي حاليا راح نركز عليها كثير ونحاول أننا نوجه لها الشباب في هذه المجالات ونخلق منها شركات ناشئة حقيقية موجودة في أرض الواقع. طيب، خلق شركات ناشئة حقيقية في أرض الواقع، المخيم مكن من إنشاء الحاضنة، والحاضنة سوف تمكن إن شاء الله من إنشاء هذه المشاريع. ما هي ربما الآفاق المستقبلية، ما هي الرؤية المستقبلية لهذا المجال الذي أصبح مفتوح أمام الإبداعات وأمام أيضا الفعل الاستثماري؟ هو الآن المرحلة الأولى هو مرحلة تثبيت المفاهيم. نحاول قدر الإمكان تثبيت المفاهيم ونشر هذه الثقافة الاقتصادية، الثقافة الاقتصادية وسط الشباب. أنا عدنا إن شاء الله نقوم ببرنامج مخيمات لكي نستقطب كثير من الشباب في كل من جهة، الجنوب، الغرب، الوسط، الشرق إلى آخره. نحاول أن نقوم بمخيمات برية الأعمال الثقافية لجذب لاختيار أفضل مشاريع لترافقها إن شاء الله حاضنة الأعمال المؤسسة الناشئة الثقافية. هدفنا أننا بعد 3 سنوات عدنا أكثر من 100 شركة ناشئة في المجال الثقافي، وهدف وتحدي وليس سهل ولكن ليس مستحيل، ولكي تأكيد أنه لإثبات هذا المجال ولإثبات ذات أنه الثقافة قدرة كبيرة جدا لخلق ثروة في الساحة الوطنية. نعم، أشكرك جزيلا سيد حفيظ شكري، صاحب حاضنة المشاريع الثقافية الأولى من نوعها في الجزائر، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا، من هذا الموضوع أمر معكم الآن إلى موضوع آخر. ترشيد استهلاك وتثمين الطاقات المتجددة هو محور توجه الجزائر نحو الانتقال الطاقوي ضمن استراتيجية وطنية في آفاق 2030، وهو ما أكده المشاركون في صالون الكهرباء والطاقات المتجددة الذي يختتم اليوم بقصر المعارض. للحديث عن فعاليات هذا الصالون معي عبر الهاتف السيدة نسيمة مسعودي، منظمة الصالون. أهلا وسهلا بك سيدة مسعودي. أهلا بكم، شكرا على الدعوة، شكرا لكم. إذن بعد أيام من العرض يختتم الصالون اليوم، حدثيني عن فعاليات هذه الطبعة أولا. نعم، اليوم الأخير والحمد لله، يعني فتحنا الأبواب، يعني هو أول صالون نظيمة منذ سنة. كان هناك إقبال كبير يعني للعارضين وللزوار، لم نكن نتوقع يعني إقبال زائرين يعني في هذا مع الجائحة الكورونا، ولكن الحمد لله يعني كانت هناك مبادلات تبادل يعني بين العارضين بين كل فاعلين في ميدان الطاقة. ولقد أطلقنا على هامش هذا الصالون تحدي ابتكار في مجال الطاقة، يعني كان هناك أيضا إقبال كثير للطلبة للشركات الناشئة في ميدان الطاقات المتجددة في هذه الطبعة الرابعة. نعم، كيف كان هذا الفضاء خاصة فيما يتعلق بالتلاقي، تلاقي أصحاب الأفكار، تلاقي الفاعلين في القطاع الطاقوي خاصة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي؟ كان هناك يعني إقبال ويعني إيجابي، وكان يعني مقارنة مع الطبعة الثالثة يعني كان هناك إقبال كثير للشركات الناشئة في ميدان الطاقات المتجددة. كان هناك طلبة كانوا في الطبعات اللي ما قبل قد جاءوا كطلبة في الجامعة، وهذه السنة كان لنا الشرف أنهم يعني معنا كعارضين بشركات ناشئة في مجال الطاقات المتجددة.
يعني نقدر نقول يعني طبعا كانت ايجابيه بالنسبه لمجال الطاقات المتجدده بالنسبه للعارضين وبالنسبه للشركات الناشئه والمصغره في هذا المجال. نعم، اذا صالون شهد مشاركه حوالي 60 عارض اغلبهم من المؤسسات الناشئه. تحدي الابتكار هو اذا تحد من اجل اكتشاف الافكار وايضا تثمين ابداعات الشباب في هذا المجال. ما هي الافاق التي تفتحها المشاركه في هكذا فعاليه امام الشباب في هذا الاطار؟ بهذا التحدي كان ودنا ان نقدم لهذه الشباب يعني ان بلاتفورم يعني انه يمكنهم من تقديم ابداعاتهم، وبما ان عندنا يعني المقاولين وعندنا مخابر وعندنا شركات يعني كبيره في هذا المجال، كان هناك تبادل وتبادل يعني الافكار و يعني accompagner هاد لي ستوديون لو اوفرير ان اكومبانيون مرافقه هؤلاء المستثمرين نعم مرافقه هذه الطلبه لكي يعني نمكنهم من الوصول الى ما هم بدهم يعني في هذا الميدان الى مشروعاتهم. طيب ما هي مخرجات هذه الطبعه الرابعه؟ مخرجات هذه الطبعه الرابعه، اولا نحن يعني فرحنا يعني بديجا هي مشاركة أغلبية يعني المشاركين كانوا في الأول يعني خائفين بالنسبة إلى يعني هذا جائحة كورونا، ولكن في الآخر يعني الطبعة هذه كانت ونقدر نقول 100% ناجحة من جهة استقطاب كل هذه العاملين والتبادل بين المعلومات بين الابتكارات الأخيرة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، وايضا الطلبه يعني الذين اتوا بمشروعاتهم وكان يعني استقبالهم من طرف الخبراء من طرف المؤسسات استقبال يعني ايجابي، وان شاء الله يتمكنوا يعني من الوصول الى هدفهم. نعم، أشكر في جزيلا السيدة نسيمة مسعودي، كنت معي على المباشر عبر الهاتف وتحدثنا عن الطبعة الرابعة لصالون الكهرباء والطاقات المتجددة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الآن نتحدث عن مخاطر الحمولة الزائدة للشاحنات على الطريق السيار، هو موضوع مهم سطرت لأجله العديد من الإجراءات لحماية الطريق السيار من الاهتراء وأيضا من مختلف الأخطار التي يسببها هذا الأمر. نتابع هذا الروبورتاج حول الموضوع من توقيع الزميلة سهام موسى رزوق. هو الضحية والمتسبب في نفس الوقت، سائق المركبة خلال شحنه للحمولة لا يبالي بالوزن الزائد مما يتسبب في اهتراء الطرق كما يؤدي إلى حوادث مميتة. والعينة محور الطريق شرق غرب وبالتحديد طريق البويرة الذي تمر عبره قرابة 50,000 مركبة يومياً. حمولة الشحن الزائدة ينجر عنها ما تشاهدون. الطوناج هو اللي يهلك الطريق، ما كذبوش على بعضها، وحتى يروحوا الفرانات حتى الفرانات يروحوا الفرانات الحمولة بزاف، يسبب حتى يقتل واحد مسكين باري في الطريق. عدم احترام الحجم المسموح، والحجم المسموح أيضا هذا كان سببه في حوادث مرور يعني تمس بالمنشآت الفنية بحيث الجسور، بحيث عدم احترام هذا الارتفاع والحجم لهذه المركبات تسبب في أضرار يعني، وقد تسبب أيضا في غلق في بعض أحيان مقاطع طريق السيار بسبب أعمال الصيانة. شاحنات يعني تتعدى الرواق الأيمن تذهب إلى الرواق الوسط وحتى الرواق السريع اللي هو ممنوع أصلا للشاحنات مركبة ذات الوزن الثقيل، فهذه الاهتراءات هي سبب هذه الحمولة الزاهدة، لأن تعرض الطريق لضغط هائل من هذه الشاحنات بالوزن الثقيل. أيضا لاحظنا أن هناك فواصل يعني لجوان شوسي تاع الجسور اللي تعرضت أيضا لاهتراءات وتعرضت لأضرار كبيرة جدا. وتفاديا لمثل هذه الكوارث تم إصدار مرسوم تنفيذي 51-21 المؤرخ في جانفي 2021 يهدف إلى مراقبة حجم الحمولة التي يجب أن لا تفوق 13 طن، حيث تسعى فرق الدرك الوطني لمراقبة كل المخالفين للقانون.
وش راك رافد؟ جرافي. عندك الحساب شوفه، عندك زياده في الحموله اخويا. ها دخل لنا الداخل هنايا نديروا الجهاز قياس الحموله. القانون نص على انه العقوبات تاع المخالفه هذه راح تكون سحب الرخصه اضافه الى غرامه تاع 4000 دينار جزائري والوضع بالمحصر وتفريغ الحموله الزائده في المحصر وين تقرروا البلديه. كانت مخالفه نورمال جبتها، مي نورمال ما يديرونا ميزان فيكسي، يديرونا الحل كيما تاع بوسعادة، يديرونا الميزان تاع بوسعادة فيكسي، واحد ما يخدمش الحمولة هكذا. سجلنا 2330 مخالفة خلال سنة 2020، خلال شهر جانفي من السنة الحالية 2021 سجلنا 451 مخالفة. إجراءات وتدابير لا بد من اتخاذها من أجل تعزيز السلامة المرورية. إذن إجراءات جديدة لتعزيز السلامة المرورية وأيضا لحماية طريق السيارة على مستوى المؤسسة الجزائرية للطرقات السيارة، طبعا بهدف حماية هذا الطريق من مختلف الأضرار خاصة الحمولة الزائدة للشاحنات وتأثيرها على جودة الطريق. نتعرف على هذه الإجراءات مع مسؤول الإعلام والاتصال بالجزائرية للطرق السيارة سيد نصر الدين بغداد. صباح الخير سيد بغداد، أهلا بك. صباح الخير، شكرا استضافة وتحية عطرة لكل مشاهدين. أهلا وسهلا بك. إذن إجراءات جديدة لحماية الطريق السير خاصة من الحمولة الزائدة، ما هي هذه الإجراءات بداية؟ طبعا شكرا سيدتي. الكل لقد لاحظ واحد الظواهر على مستوى الطريق السير تتمثل في تشوهات على مستوى بعض أروقة الطريق السير وبالخصوص الرواق اليمين، مما يدل أن هناك إشكالية في الوزن الثقيل. بالفعل فقد يعني قد ظهر جليا أن هذه الحمولة الزائدة الآن أصبحت تتسبب في كوارث في على مستوى طريق السيار، لسيما أولا أن هذه الحمولة الزائدة تفقد السائق التحكم في المركبة، بالإضافة أيضا إلى الحوادث المرور اللي سجلناها تؤدي في الأغلب الأحيان إلى حوادث كارثية. نعم سجلنا حوادث مرور، يعني تصوري سيدتي على مستوى منحدر الشاحنة تفوق حمولتها يعني مرتين أو ثلاث مرات، فبالتالي النظام المكابح يعني يصبح غير ناجح، وبالإضافة أنه في بعض أحيان السرعة المفرطة لبعض الشاحنات لتحمل البضائع، فتصوري الكارثة، وغالبا نسجل إزهاق أرواح بريئة لمثل هذه الأسباب. نعم، هذه عن الأسباب، عن اهتراء الطريق بفعل هذا الحمولة الزائدة، كيف يتم مراقبة الحمولة الزائدة للشاحنات؟ طبعا فيما يخص إشكالية مراقبة الحمولة ولسببها يعني أصدر هذا المرسوم في مؤخرا في الجريدة الرسمية، مرسوم 21-51 متعلق بكيفية مراقبة الحمولة الزائدة، حمولة المركبات لنقل البضائع وأيضا الحجم، لأن حتى الحجم عنده دور أيضا في إحداث كوارث، لا سيما على مستوى المنشآت لما تكون عندك أنت شاحنة تفوق الحجم تاعها الارتفاع المسموح به، فتصوري الاصطدام والخطير بالمنشآت الفدية كالجسور، ولسبب أيضا في نفقات يعني كبيرة جدا بمليارات الدينار الجزائري لإعادة صيانتها. فطبعا كان هناك في الحقيقة كان هناك قانون مرتبط بمعاقبة أو المخالفات مرتبطة بالوزن الثقيل، لكن الإشكالية اللي كانت موجودة والفراغ القانوني كان موجود هو مرتبط بكيفية نقوم بهذه المراقبة. فبالتالي هذا المرسوم الأخير اللي صدر في الجريدة
من يدي 3 فبراير يعني مؤخرا فقط راح يسمح الآن بمعاينة هذه المخالفة، يعني سواء كانت في الطريق أو في طريق السيار أو الطريق الوطني أو الطريق الولائية، بالإضافة إلى أيضا إجراءات الردع أو كيفية الردع مثل هذه الظواهر. لأن الآن لاحظنا التنسيق في الروبورتاج بينهم وبين المصالح الأمنية لتحقيق أهداف هذا المرسومة. نعم نعم، أيضا فرصة باش نحيي شركائنا سواء الدرك الوطني يقوموا بمجهودات جبارة في الميدان، شريك فعال لجزائر طرق السيارة، وأيضا الحماية المدنية، وشفتوا دورها مؤخرا في كارثة شلف الضحايا رحمهم الله. يعني نحن كان نعمل كفرق منسجمة على مستوى طريق السيارة، ولكن طبعا وزعنا الأدوار فيما يخص مثلا الآن مراقبة الحمولة وإجراءات الردع. يعني هناك محورين، هناك فيما يخص طريق السيار الدار مصالح الدرك الوطني هي المكلفة بقيام بالمراقبة، سواء تكون مراقبة فجائية أو مراقبة عادية للحمولة. يعني إذا كان هناك شك كما لاحظتوا في الروبورتاج، كان شك في أن الشاحن تحمل حمولة زائدة، ويعني تقدر تقول يعني حتى الجزائر العاديين بالنظرة فقط بالعين المجردة بعين مجردة يشوف اللي يعني هذاك الحجم خارج كما يقول الحمولة خارج الحجم تاع الشاحنة، فيقوم الدرك الوطني يقوم بعملية توجيه الشاحنة إلى مكان المراقبة، حتكون تستعمل ما يسمى بآليات معينة، أجهزة هي القياس الوزن. كان هناك تم توفير كل هذه الأجهزة لقياس الحمولة على مستوى مختلف النقاط. طبعا طبعا الآن فيه تزويد شركنا المصالح الدرك الوطني، راح يكون فيه تزويد بهذه الأجهزة، وكان هناك بعض العينات الحمد لله تم اقتناؤها من طرف مصالح الدرك الوطني. أيضا كما قلت هناك أيضا شركائنا هم المديريات الأشغال العمومية اللي تقوم بالمراقبة فيما يخص مجالها، وهو الطرق الوطنية والولائية، لأن الطرق طريق سيار تابع للجزائرية لطرق السيارة، فيتم الاقتناء لهذه الأجهزة. هناك الأجهزة إذا متحركة يعني ممكن قياس الوزن في أي مكان، ولاحظتوه في الروبورتاج، يعني جهاز خفيف محمول. وهناك ما يسمى أيضا الموازين راح توضع في فضاءات معينة، فضاءات الخدمة لذلك، وفضاءات الراحة، تكون بعملية المراقبة يعني شوف الدورية. بالإضافة أنه الجديد في هذا المرسوم هو تدعيم هذه الإجراءات من خلال أنه حتى من مصدر الشحن، بمعنى أن المرملات للصعب الرمل أو المحاجر أو المصانع أو حتى الموانئ والمطارات راح تكون فيه عملية قياس الوزن مسبقة بموجودها، تقوم المؤسسة المعنية بإعطاء ما يسمى بتذكرة للسائق لخلالها في الطريق سيار. إذا تم توقيفه أول شيء لازم يقدم هذا التذكرة ليتأكد بأنه يعني يحترم المعايير. نعم واضح جدا في هذا الإطار، وهنا نعود إلى أهمية التنسيق مع كل الجهات، حتى أن ذكرت الموانئ، ذكرت من أين تأتي هذه الشاحنات، ما هي الحمولة أقصى حد المسموح بها للشاحنات لاستعمال طريق السيارة؟ نعم، فيما يخص هذا الجانب فالآن المرسوم يحدد خاصة الشاحنات ذات مقطورة أن المحور يعني الحمولة المسموحة على مستوى محور العجلات لزيسيو هو 13 طن. ويعني في هذا الروبوتاج يعني للأسف المراقبة اللي قامت بها مصالح الدرك الوطني اكتشفنا، وهذا يؤكد يعني دراساتنا وتوقعاتنا اللي قمنا بها لمعالجة هذا الإشكال، تفوق وزنها يعني ضعفين أو تقريبا 3، يعني تصوري 13 طن. فلما نقيس المحور تاع تلك الشاحنات صرنا أغلبهم يعني 26 طن، فالضغط الهائل اللي يمارس على الطريق، يعني طبقة الطريق مصمم وفق معايير دولية، فبالتالي يحتمل ضغط معين، ممكن حتى فيه ممكن هامش معين زايد، لكن أنك انتي تلحقي من 13 طن إلى 26 طن، وخاصة لما الشاحنات مثلا في المنحدرات تمشي بسرعة معينة الضغط حيكون أكبر، وخاصة لما مثلا لاحظنا بلي بعض الشاحنات لما تكون في مرتفع تمشي بسرعة يعني ضعيفة لأن مش هذا، فتصوري هو ويمشي والضغط كله ممارس على تلك الطبقة على الطريق السيار، وفي الأخير نلاحظوا تشوهات، وفي الأخير يعني للأسف خسائر كبيرة
طبعا الخسائر كبيره، يعني عمليه الصيانه تكلف الاموال، يعني عوض هذه النفقات تروح في تحسين الخدمات، في توفير خدمات جديده. للاسف نحن يعني نستهلك هذه الاموال لاعاده الصيانه. نفس الشيء مثلا تجاوز الحجم، يعني سجلنا بعض الحوادث مرور وين وصل مثلا في حاله عندها عدة سنوات شاحنه اصطدمت بمنشاه فنيه جسر 3 أشهر والطريق سيار مغلوق على مستوى سيدي بالعباس. نفس الشيء على مستوى بعض المقاطع في بويرة أو سطيف نسجل مثل هذا. فهذا حان الوقت أننا نضع حد لمثل هذه الظواهر، ونظن بأن الإجراءات الردعية للآن نص عليها هذا المرسوم راح تسمح إلى الحد من هذه الظاهرة. طبعا احنا راح نبدأ دائما في استراتيجيتنا على مستوى الجزائر طرق سيارة، نبدأ بالتحسيس. طيب أنا تتح نمر إلى هذه النقطة، الإجراءات الردعية، التنسيق مع مختلف الفاعلين في الطريق، وأيضا هناك التحسيس هو عامل مهم جدا من أجل تفادي هذه الكوارث. كيف تتقربون من سائقي الوزن الثقيل، نتحدث عن سائقين الخواص، عن مستخدمي الطريق في الفترات الليلية، في الفترات اليومية بصفة متكررة، التقرب منهم من أجل تفادي هذه الأخطار قبل اللجوء طبعا إلى الإجراءات الردعية؟ طبعا على مستوى هنا مستوى الجزائر طرق سيار نؤمن دائما بأن التحسيس عنصر أساسي وأول خطوة نقوم به قبل ما نمر للرادع، لأن في بعض الأحيان سجلنا نتائج يعني وبارتياح لبعض حتى أنه ممكن لا يعني ما يعرفش القانون، يعني يقول لك بلي في الروبوتاس أن بعض السائقين هل علمت بلي خرج المرسوم، يقول لك ما يعرفش، هل تعرف شيء العقوبات، يقول لك ما نعرفش. فللأسف طبعا نحن نظن بلي هناك مسارين في عملية التحسيس. أولا من جانب الجزائرية طرق سيارة مع شركائها الدارك الوطني نقوم بعملية تحسيس، وراح نباشر إن شاء الله عملية تحسيس حتى فيما يخص هذا المجال، نشرح أخطار تاع الحمولة الزائدة تأثيرها على الطريق السيار، أيضا الخواطر الأخطار من على توازن نعم توازن والتسبب في حوادث مرور. هذا هو أخطر شيء، غالبا حادث مرور تكون فيها شاحنة بالخصوص شاحنة مقطورة هي ضحايا، يعني هذه تجربة سجلناها على مستوى الطريق السيار. ايضا كان هناك مسار هو مرتبط بمسؤولين شركات النقل او الارباب الامن اللي عندهم شركات اللي تقوم بعمليه نقل البضائع، فنظن بلي هما عندهم ايضا دورهم، اولا انهم يكونوا سائقين تاعهم على مثل هذه الاجراءات القانونيه، والثاني شيء هناك ايضا ظاهره متلازمه مع ظاهره الحموله الزائده هي ظاهره قله النوم او النعاس. تصوري في شاحنه معباه فوق اللازم والسيد زيد نعسان ما رقدش، لان بعض الاحيان وللاسف ما نقولوش على كل سائقين ولكن هناك الجشع، ولذا هذا المرسوم من الهدف تاعو هو اي انه يعيد الامور الى نصابها من خلال انه يضبط المنافسه. غير معقول سائق يحمل حمولة أو شركة، لأن الآن في المرسوم نفرقوا بين المسؤولية، الشخص الطبيعي ممكن السائق هو اللي عنده الشاحنة ملكه فهو اللي حيتحمل تبعات، وأيضا إذا كان معنوي الشركة من يتحمل تبعات. نعم طبعا إذا كان حدد المرسوم، هذا الشيء الإيجابي، أنا إذا كان الشخص معنوي بمعنى مؤسسة شركة فالشركة هي اللي تحمل تبعات هذا الشيء. طبعا هذا ما يعنيش ان السائق اذا ارتكب مخالفات في السياق او كذا، لكن فيما المجال حددها. فبالتالي نحن نفرق بين المتسبب في هذه الكارثه، ولذلك نحن ندعو من منبر التلفزه الجزائريه الى تعاون جهود الجميع. هنا هناك تجاوب مع هذا المرسوم من طرف خاصه المؤسسات الاقتصاديه التي تقوم ربما بالسعي الى تنفيذ حذافير هذا المنشور بكل دقه. نعم هنا شيء لاحظنا أنه نوعين من المؤسسات على الأقل، يعني هو نوع من المؤسسات أو الشركات اللي الآن تقتحم عالم النوعية، يعني تلتزم بكل مجال النوعية لاكاليتي من حيث أنه تطبيق القانون صارم المعايير، يعني ولاحظنا هذا الشيء وهذا الشيء فرح. ولكن من جانب آخر لاحظنا أن هناك بعض الشركات فيها إهمال كبير لعملية نقل بضائع، يعني تصور أنت مثلا سائق يأكد، ودرنا يعني تحقيق مع مصلحة الدارك الوطني وخلال حتى هذا الروبورتاج، صاحب المرملة يعني اللي يبيع الرمل أو المحاجر اللي يبيعوا المواد البناء
يفرض هو على السائق يقول لازم تحمل اكثر من لازم والا ما نعطيكش. فبالتالي سيب السائق بعض الاحيان تحت الضغط تاع هذا الفرض الغير قانوني، ولكن طبعا التبعات هي الخطيرة. حتى السائق يقول مثلا نعمل هذه المسافة لمرتين، لما لا في مرة واحدة ونحمل قيس حمولتين. نعم يعطيك صحة، هذا هو هذا هو التفسير. هو شيء وجيه جدا، وهذا هو أن المرسوم يهدف إلى وضع حد للمنافسات غير الشريفة. يعني نعود نضبط الأمور، لماذا تسيب أنت السائق يعني يحمل شاحنة شحن بضاعة يروح منا القسنطينة ويحب بعد ما يوصل القسنطينة يفرغ الحمولة ويعبئ حمولة أخرى ويجي، وفي حين سائق آخر يلتزم بالقانون بالحمولة المسموحة، وحتى فيما يخص الجانب قواعد السياق بمعنى مثلا لازم قسم الراحة. صحيح. لازم لما يوصل إلى مثلا قسنة أو أثناء الطريق يأخذ مثلا على الأقل هنا بالنسبة لنا نصف ساعة وعشرين دقيقة للراحة، يعني يسمح له حتى يعبئ نظام الكبح حتى المكابح لغير ذلك ويرتاح، ف يتفادوا حوادث. لكن الآخر يعني الجشع باش يربح بالخف، وفي نفس الوقت يسبب لنا في كوارث نعاس ما يرقدش مليح وما ياخذش حتى نعاس. يعني صبنا بلي هذه الامور لازم تضبط، والحمد لله بفضل مجهودات قطاعات تعاونت على شيء. يعني كانت لجنه متعدده القطاعات كانت ترأسها وزاره الاشغال العموميه والنقل، وبفضل توجيهات السيد معالي وزير الاشغال العموميه، والان حتى الان على مستوى الجزائر طرق السياره المدير العام سيد محمد خالدي الان يعمل، يعني اعطانا توجيهات صارمه وخاصه وحده التدخل للجزائر طرق السياره انها الان تبدا تقوم بعمليه مراقبه مع شركاء الدرك الوطني، وحتى حنقوم بكل ما هو يجب لوضع الحد لهذه الظاهره. طيب في الاخير فقط ربما عندك كلمه اضافيه او في الختام؟ نعم والله في الاخير انا نود فقط اننا اناشد، يعني مناشدة يعني ماهوش طلب، نناشد مستعملي طريق السيارة حتى أن الوعي يبدأ من الفرد. نعم حتى يلتزموا بقواعد السير. لا يعني كفانا ضحايا، كفانا مأساة، يعني نطالب هؤلاء وخاصة السائقين للشاحنات أنهم أولا يحافظوا على أرواحهم ويحافظوا على أرواح المواطنين الأبرياء، أيضا أنهم يتقيدوا بكل هذه القوانين خاصة فيما يخص الحمولة الزائدة، لأنه طبعا حتى للطريق حق، يعني الطريق هذه عندها حق تجاهنا. فبالتالي لابد أن نراعي أن هذه النفقات للآن الدولة الجزائرية أنفقتها لإنجاز هذه المنشآت الضخمة والكبيرة اللي بها الآن الحمد لله السادة المستعملين طريق السيار يعني يذوقوا الأريحية في التنقل والأمن في التنقل والسلامة، ولكن طبعا إذا لم تحترم والمحافظة على الطريق. نعم هي مسؤولية الجميع لأنه ملكية عمومية. ملكية عمومية نعم. بعض أحيان كان البعض وكأنه يتكلم على ملكية الغير أو ملكية خاصة، هي ملكية الجميع نستفيد منها كنا، ولكن طبعا حتى مادام حتى المواطنين هنا نجدوا في اطار باب المواطنه انهم اذا لاحظوا باللي كان هناك شاحنات حموله زائده وحجم غير معقول غير قانوني انهم يتصلوا بنا، وهنا عندنا شركائنا رقم تاع دار مصلحه داك 10 55، يعني فيتفضلوا لنا ويشيروا لنا ويبلغونا على هذه التجاوزات، وتحصلنا يعني كانت اتصالات كثيره في هذا المجال. فهنا ايضا نريد ان نرافق الساده مستعملي طريق السيار، وطبعا اننا نخدم هذا الوطن ونخدم الساده مستعملي طريق السيار، وبالخصوص نضمن لهم امنهم وراحتهم في التنقل. اشكرك جزيلا نصر الدين بغداد مسؤول الاعلام والاتصال بالجزائريه للطرق السياره. شكرا جزيلا مره اخرى. اذا مشاهدينا مستمرون دائما معكم، ننتقل الان الى ولايه غردايه لمتابعه هذا البورتري لفنان رسام يقوم بتزيين جدران المدينة، هي جداريات للشوارع، لوحات فنية على الهواء الطلق. فاطمة شغادر. أن تكون متطوعا للعمل الخيري هو أن تجند وقتك وجهدك ومالك لأجل هذه الخدمة النبيلة. الهاشمي فنان من ولاية غردايا استنطق بريشته جدران المدينة التي اكتسبت حلة جديدة ولمسة جمالية.
بدينا من كوفيد 19 كانت الحاجه كاع فارقه، ما كانش كاع الناس كما نقولوا بلوكي. شفت حدا داري هنا في السنتيفي الدنيا مسخه والكيران وهذوك راحوا الكيران. خدمت التجير، بديت بالتجير. رسومات تعكس تقاليد وتراث المنطقه لقت استحسان لدى سكان المدينه. نشكر اخونا الهاشمي بوقرة على هذه اللمسه اللي بينت باللي سكان تاع حي الحاج مسعود لهم من الوعي والثقافه ما يقدم اضافه للتنميه البلديه. ان شاء الله هي نزيد نكمل ما نحبس ونخدم معايا شباب او باغي يخدم كلش. بصح انا منين لازم الشاب تعطيه تشجعه فيخدم معاك يعاونك كلش. تعميم فكرة العمل التطوعي ونشره بين الأوساط الشبانية هو طموح الفنان الهاشمي الذي يسعى من خلال لوحاته إضافة لمسة جمالية للمدينة. هو إذن الحس البيئي الذي يجب أن يتمتع به كل واحد منا للحفاظ على مدننا بهذه الحلة الجميلة. وصلنا الآن مشاهدينا إلى محطتنا الرياضية. طائفة من أخبار الرياضة يقدمها لنا بلال بوزيدي. صباح الخير بلال. أهلا. صباح الخير فايزة، شكرا لك. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا في هذه الجولة الرياضية، والبداية بنتائج ممثلين في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث فاز أمس فريق شبيبة القبائل أو حقق فوزا ثمينا شبيبة القبائل أمس بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو أمام منافسي كوتون سبور الكاميروني بنتيجة هدف دون رد لحساب دور المجموعات في مرحلته الأولى. هدف الشبيبة الوحيد سجله اللاعب بدر الدين صياد في الدقيقة 87، وبهذا الفوز تكون الشبيبة قد حققت أول ثلاث نقاط ثمينة في هذه المرحلة. في الجهة الأخرى وممثل الجزائر وفاق أسطيف هو الآخر اكتفى بالتعادل في عندما واجه مضيفه أرلاندو بيريتس الجنوب الإفريقي بأكرا الغانية. وفاق أسطيف أدى مباراة جد متواضعة ولم يستطع حسم النتيجة، وبذلك تقاسم نقاط المواجهة مع فريقه أو منافسه الجنوب إفريقي. في أخبارنا المحلية ولحساب الجولة 17 يلتقي نادي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في ديربي عاصمي واعد. تفاصيل أكثر عن هذه المواجهة مع صفية المهني. ملعب الخامس جويلية سيكون مسرحا للقاء من نوع خاص كان دائما وما يزال قمة مواجهات الرابطة المحترفة. إنه الديربي العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد الذي لطالما حافظ على تقاليده وشد إليه أنظار المتتبعين. المواجهة العاصمية يدخلها الجاران بمعطيات متباينة، فالمولودية تبحث مجددا عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة النتائج السلبية آخرها الخسارة على أرضها أمام شبيبة القبائل. وبنفس الطموح يدخل الشباب أجواء الديربي وعينه على النقاط الثلاثة لنسيان التعثر الأخير أمام شباب قسنطينة والتصالح مع مشجعيها. المهمة لن تكون سهلة بالنسبة لأبناء العقيبة المتعبين من لعنة الإصابات التي طالت التعداد هذا الموسم ومست مؤخرا نجمهم الأول أمير سعيود الذي سيترك فراغا رهيبا في الأمام، إضافة إلى غياب أسماء أخرى على غرار عادل جرار وحسين سلمي بداعي الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة كوكبو. لكن الخبر السار يحمله صانع الألعاب العربي ثابتية الذي سيعود سعيود على أمل الفوز الذي لم يتذوق طعمه منذ أكثر من شهر ونصف. أما أصحاب اللونين الأخضر والأحمر الذين سيخوضون المواجهة بتعداد مكتمل باستثناء قائدهم عبد الرحمن حشود يريدون تحقيق انطلاقة مثالية لتسلق سلم الترتيب وإنعاش حظوظهم في التنافس على اللقب باستغلال معنوياتهم المرتفعة عقب الانتصار المنجز على نادي تانغيتا السنغالي في دور أبطال إفريقيا. وأمام هذا الوضع يحتفظ شباب بلوزداد بأفضلية تاريخية
على غريمه مولودية الجزائر، ويدرك الطرفان أن واقعية الميدان هي الفيصل بعيدا عن لغة الحسابات وأرقام التاريخ. في مباراة أخرى أنهى فريق شباب قسنطينة تحضيراته التي تسبق مواجهته لسريع غليزان لحساب الجولة 17 عن آخر استعدادات أبناء الجسور المعلقة مع الزميل ياسين بوخلف. يسعى فريق شباب قسنطينة للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات الأخيرة، آخرها التعادل في اللقاء المتأخر أمام شباب الوزداد بملعب 20 أوت. المدرب ميلود حمدي يحاول الاستثمار في المعنويات المرتفعة للفريق قصد إضافة 3 نقاط يعزز بها مكانته في الترتيب العام لما يستضيف سريع غليزان بملعب بن عبد الملك. رمضان. Ça va être un match très très difficile à manœuvrer chez nous à Abdelmalek. De toute façon, nous, on n'a pas le choix. Si on veut continuer à remonter au classement, eh ben, on est obligé de cravacher très, très très dur. On a pris beaucoup 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 de retard en ce début de championnat. Il y a eu beaucoup de contre-performances. Donc on est là pour ça, pour essayer de remettre le CSC à une belle place beaucoup plus haute dans le championnat. أبناء مدينة الصخر العتيق تمكنوا من تجاوز مرحلة الفراغ التي أدخلت الشك وسط المجموعة، ويسعون لتأكيد الاستفاقة وعدم تضييع المزيد من النقاط بملعبهم. والله مقابلة ما راحش تكون سهلة، فريق غليزان عنده لاعبين لاباس بهم، عنده فريق لاباس به. حنا راح نحضروا المقابلة هذه وناخذوا كامل احتياطاتنا باش نخليو لي 3 بوان ان شاء الله في 16. ونشوف انه هو ماهوش ماتش ساهل، كل الماتشات كيف. نجتهدوا ونديروا نتيجة باهية للكيب ولينا للكل للمدينة. الشباب الذي يستقبل للمرة الثانية على التوالي يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية وإنهاء مرحلة الذهاب في أريحية. من جهة سريع غليزان سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية إذا ما أراد الابتعاد عن منطقة الخطر. الزميل طه شعبان بعث بالورقة التالية. أخير في مباراة الدربي يواصل فريق سريع غليزان تحضيراته للمواجهة المقبلة أمام شباب قسنطينة خارج الديار، وهذا بتعداد مكتمل. يغيب عنه هداف الفريق المهاجم حيتلة واللاعب المنور. أجواء راهي مليحة بعد الفوز تاع بالعباس، رانا نحضروا باش نزيدوا كونفيرمو الثروب اللي جبناهم، وإن شاء الله نديروا بون با بون ماتش كونتر سياسي. تحضيرات المقابله المقبله امام سياسي راه تجري في ظروف جيده دابري لا فيكتوار اللي ربحناها كونتر اللي جبناها كونتر بالعباس. الحمد لله تنفسنا شويه، رانا نحضروا بكل راحه. المجموعه على بالها باللي المقابله ماهيش تكون سهله. سياسي داير البارح زون في ان بون ماتش، زون في ان بون ريزولتا، داروا ماتش نول، دونك مورال ملاح. ان شاء الله حنا نروحوا باش نادوا مقابله في المستوى ان شاء الله. هادي الدرني ماتش لعبوه برا ان شاء الله تعالى عليه، ونحن رانا كونسيون بيان واللي جوار كاع على بالهم شنو يستنى فيهم في المقابله تاع قسنطينه، ونحن نحوسوا توجور نيغوسيو لي ماتش تاع برا، ونحن الفريق تاعنا الحمد لله نحقق نتائج طيبه خارج الملعب تاعو. الطاقم الفني للسريع يسعى لمواصله ديناميكيه النتائج الايجابيه، ويدرك جيدا صعوبه الماموريه في هذه الخرجه الى قسنطينه، خاصه وان الشباب عاد الى السكه الصحيحه في الجولتين الماضيتين. الفريق تاع شباب قسنطينه راه يعاود يولي فيها في النتيجه ولا في لافورم تاعها وكلش، دونك عندنا ماتش ديفيسيل وحنا عندنا بزوان دي بوان باش اسيري المرحله الذهاب تاعنا المنتي تاعنا ان شاء الله، دونك رانا نسترجعوا لي بليسي تاعنا. ويبحث سريع غليزان عن تحقيق الانتصار الثالث خارج الديار والسادس في البطوله في آخر خرجة في مرحلة الذهب قبل أن يستقبل مرتين متتاليتين أولمبي المدية وجمعية شلف. أولمبي المدية هو الآخر سيستثمر في استقباله الاتحاد بالعباس لذات الجولة من أجل اعتلاء صدارة الترتيب مجددا، في حين سيعمل المكرة على تحقيق الديكليك أمام فريق عن.
وفي الرابطة الثانية هو ستحمل الجولة الخامسة عديد المباريات القوية والمهمة نتعرف عليها مع زكريا حبش. بعدما بدأت ملامح الصدارة تتضح إثر أربع جولات من بطولة القسم الثاني، سيكون الأسبوع الخامس فرصة أخرى لأصحاب البداية الموفقة من أجل التأكيد وللأندية المتعثرة من أجل التدارك. ففي الجهة الشرقية يستضيف المتصدر اتحاد الشاوية دفاع تجنانت، بينما يواجه الوصيف اتحاد عنابة مولودية العلمة. وفي المجموعة الغربية وفي أبرز المباريات يستقبل المتصدر شباب وتسلي نظيره شباب ودرهيو، ويتنقل الوصيف جمعية وهران إلى عين الدفلة لمواجهة الجيل المحلي. مجموعة الوسط تتصدرها المباراة التي يواجه فيها المتصدر أمل الأربعاء ضيفه شبيبة بيجاية، ويستضيف اتحاد الأخضرية الوصيف رائد القبة. الجولة الخامسة إذن ستتزايد الإثارة فيها من جولة إلى أخرى، ويزداد التنافس والندية بين أندية لعب جلها في الدرجة الأولى ويطمح للعودة في أقرب وقت. وفي أخبارنا المحلية، تحتضن ولاية يرت نهاية الأسبوع الجاري البطولة الوطنية أو البطولة للكأس الجزائري للدرجة الهوائية الجبلية المؤهلة للبطولة الوطنية بمشاركة أكثر من 200 متنافس. التقرير للزميل محمد نور الدين قاسمي. احتضنت ولاية تيارت المرحلة الأولى من كأس الجزائر من البطولة الوطنية للدراجات الهوائية الجبلية بحضور قياسي لرياضي الاختصاص وجمهور عريض من المشجعين. بالنسبة للمشاركة، المشاركة اليوم عندنا تقريبا 170 دراج جونا من الغرب الشرق الوسط الجنوب الجزائري، من كل الفئات، من الفئات الأشبال والأواسط والماستر، هادو اللي جاونا والنخبه. هذا الاختصاص تاع الرياضات الجبليه هي منافسه منتشره في عبر الوطن الجزائري، وكاين دراجين راهم يمارسوها ولكن ليسوا مهيكلين. فالاتحاديه الجزائريه تعمل جاهده لكي تهيكل هذا الدراجين. مسلك قفز المنحدرات الذي جلب حوالي 70 دراجا كان بمثابه اكتشاف للكثير منهم. رانا جينا هنا لتيارت باش شاركوا بطولة وطنية للدراجات الجبلية. الحمد لله لقينا ترحيب كبير، كانت دعوة مؤطرة جدا الله يبارك، وكان هذا بعد الغياب تاعنا، بعد غياب طويل. يعني المسلك كان في المستوى، كان فاري، فيه بزاف لي سو كيما نقولوا حنايا باش تصوتي، فيه لي فيراج انكليني، فيه جهة وين كاين الحجر وين لازم تكونسونطري مليح باش ما يقلبكش الفيلو. كان سيركوي كان يعني ما شاء الله. رمل الكبار تاعي 50 سنه ودرت لي سيركوي بزاف، درت باتنا، درت شريعه، درت تيارت، ودرت باينام، درنا واسمها الخضاريه، يعني وكانوا كاع في المستوى. وهذا ثاني تاع ولايه تيارت كان يعني ثاني اليوم كان في المستوى. بعد ما بدات هذا الشامبيون ان شاء الله في ولايه تيارت، انا ماذا بينا تكون مراكز وطنيه اخرى تبدا متيارات وتخلص حتى لطامراس ان شاء الله. للاشاره، فان الاتحاديه الوطنيه للدراجات الهوائيه حصلت على موافقه السلطات الولائيه لانشاء قطب وطني لتدريب ممارسي هذه الرياضه. نهايه الجوله الصباحيه، عوده الى الزميله فيصل. شكرا لك بلال، وانا ايضا انهي معكم هذه الجوله الاخباريه الصباحيه. اشكر لكم كرم الاصغاء والمتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.